مشاهدي قناة الفضائية التربوية السورية، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة عبر هواها. نتحدث فيها عن الدعم النفسي لطلابنا الأعزاء في ما قبل فترة الامتحانات. طبعا نتمنى النجاح والتوفيق للجميع. في بيتنا امتحان حال أغلب الأسر في سوريا، وما تفرضه هذه الحالة من قلق وتوتر يصيب الأهل والطالب معا. وترى الدراسات النفسية أن مشاعر القلق والتوتر شعور طبيعي جدا يحض الطالب على بذل الجهد والمثابرة، فهي بمثابة محفز له شرط أن تكون ضمن الحدود الطبيعية. طبعا مشاهدينا نجدد التحية إليكم، هذه الندوة الإرشادية معكم نتواصل فيها معكم خلال ساعتين من الزمن، لكن دعونا نذهب لفاصل ثم نعود. مشاهدينا، الاستعداد للامتحانات حول هذا الموضوع، يسرنا أن نرحب بالأستاذة وصال العلي، مشرف تربوي، وأيضا الترحيب موصول للأستاذ محمد صفية، رئيس دائرة امتحانات دمشق. أهلا ومرحبا بكما، يعطيكم ألف عافية. أسعد الله أوقاتك بكل خير ومحبة. هذه الندوة دعم نفسي، والله يكرمنا بأمطاره الخيرة إن شاء الله. شكرا أستاذ لكم. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بكم. نحن اليوم بكم على وقع فعلا جدا هام، هي التحضيرات للامتحانات خاصة من الناحية الصحية. هل فعلا مراكزنا جاهزة على جهوزية تامة بالوضع الصحي؟ مراكزنا هل ينقص شيء؟ هل هي كما نقول على أتم الجهوزية؟ بداية أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. انتهت دائرة الامتحانات من اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة من أجل تجهيز المراكز الامتحانية، من حيث كل ما يلزم العملية الامتحانية من أثاث ومقاعد ومراوح وستائر للقاعات الصفية، وبطبيعة الحال ما يتبع ذلك من اتخاذ الإجراءات، خلينا نقول الصحية، من تعقيم للمراكز خلال هذا الأسبوع بدأ، وستكون كلها جاهزة قبل بدء الامتحانات العامة التي ستجري بدايتها ب 6 الامتحانات للشهادات الشرعية. يعني لنتحدث أكثر عن الخطة الكاملة لجهوزية المراكز بشكل عام في دمشق وريفا، حقيقة كيف اتخذتم هذه نحن الخطة؟ معنيين في محافظة دمشق، في دائرة الامتحانات في مديرية التربية دمشق، تلقينا من يوم الخميس جاهزية جميع المراكز الامتحانية التي تم اتخاذها، هي موزعة على جغرافية مدينة دمشق، من حيث كما ذكرت الأثاث والمستلزمات الورقية. اليوم تم توزيع أوراق الإجابة على المراكز الامتحانية، سننتهي من التوزيع اليوم وغدا ستكون الأوراق الامتحانية موجودة في المراكز الامتحانية. طيب، بالانتقال لحضرتك أستاذة وصال، نحن نعلم أنه فعلا كل بيت يتحضر أو أغلب البيوت تتحضر لامتحانات الشهادات الثانوية والإعدادية، أكيد هناك خلية عمل موحدة بين أفراد الأسرة، ونعلم أن كم مدى القلق والتوتر يمكن للاستعدادات للامتحانات. نتحدث عن هذا الجو الأسري، كيف يتم الدعم، من أين يتلقى الطالب الدعم النفسي سواء من المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص؟ طبعا هنا نؤكد على ضرورة الإعداد المسبق والتحضير الجيد من بداية العام الدراسي، كل درس بدرسه، نضع خطة، نضع وقت، نضع زمن لكل مادة، أيضا بالإضافة إلى ذلك نضع وقت للاستراحة، وقت للطعام، وقت للنوم الكافي، للغذاء الصحي، لجميع هذه الأمور. عندما الطالب يلتزم بهذه الأمور من بداية العام، أكيد
لن ينسى ويصيبه النسيان في الامتحان. هذه التحضيرات ضرورية من بداية العام الدراسي. وأريد أن أنوه هنا بهذه الدقيقة عن الذاكرة. لماذا يعني بعض الأهالي تشتكي أنه أصيب بفقد بالنسيان وقت الامتحان، تبخرت المعلومات، لأنه نحن ما كنا مركزين، ما محضرين بشكل جيد من بداية الامتحان. طب أنا بتعلم بعيوني، بكتب بإيدي، طبعا بتلقى بسمع بأدني. هاي المعلومات نحن بنتلقاها عن طريق الحواس، وكل ما دخلت أكثر بالحواس بتكون المعلومة بتترسخ أكثر بالذهن، بتروح على الذاكرة القصيرة الأمد. الذاكرة قصيرة الأمد بحاجة لتنبيه لانتباه ولتركيز. إذا كان عندي انتباه وتركيز بتنتقل طبعا للذاكرة طويلة الأمد. الذاكرة طويلة الأمد طبعا بحاجة إلى تكرار، بحاجة إلى ذكاء، بحاجة إلى فهم. كل هال طبعا الشروط هي كانت عندي كلها جاهزة وصحيحة، فأكيد رح يكون تخزين المعلومة بشكل صحيح، ورح يعني يقوم الطالب استدعاء المعلومة فورا الطلب إليها. طبعا هون كمان دور الأهل كتير أساسي وضروري، من تهيئة الجو المشجع المحفز، أجواء هادئة، أجواء مريحة للطالب، ممكن يساعدوا الطالب بوضع خطته. مو هو يعني هن اللي يحطوا له الخطه، لا، هو لازم يحطها الطالب، بس اذا طلب المساعده ما بيمنع من الاهل. الاهل هون لازم يعني يستنفروا استنفار كامل بتهيئه الاجواء المريحه، عدم الصراخ عليهم، عدم التهديد، عدم الوعيد، دائما يحكوا بعبارات ايجابيه. تبني الافكار الايجابيه كثير بتعطيهم دعم نفسي لطلابنا الاعزاء. ايضا بالاضافه لذلك دور المدرسه دور كبير واساسي ومهم في ايضا نجاح طلابنا ورفع تحصيلهم ورفع أدائهم بتكوين شخصيتهم من كافة الجوانب، انفعاليا، جسميا، تربويا، إلى ما هنالك. تمام. طيب أستاذة وصال، نحن نعرف أنه دائما التعليمات الامتحانية تبدأ ما قبل الفترة الامتحانية بفترة زمنية طويلة يعني ومريحة أيضا للطلاب وحتى الأهل. هنا يتم فرز التعليمات جميعا وتوزيعها على المعلمين بشكل يتناسب مع الطلاب، حتى يمكن يكون عندهم أريحية أكثر بالتعامل مع الورقة الامتحانية، بالجلوس بالمراكز، بأي أمر يتعلق بالامتحانات. هنا قراءتك لهذا الموضوع، كيف يتم هذا؟ هل فعلا هو داعم نفسي ومريح للطلاب بشكل عام؟ طبعا حرصا على سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل وإنجازها بالشكل الأفضل، طبعا كانت من بداية العام الدراسي أصدرت وزارة التربية التعليمات لتنفيذها بالشكل المطلوب وتطبيقها بالشكل المطلوب، ومن خلال حملات إرشادية، جولات توعية، حملات توعية، حتى ندوات من قبلكم، من قبل الإعلام. يعني كانت وزارة التربية تعمل كخلية نحل. ومن هنا من هذا المنبر أوجه كل التحايا للسيد وزير التربية قمة الهرم، الذي دائما يحثنا على العمل، يعمل هو ليل نهار. طبعا كل القرارات تصب في مصلحة الطالب. من بداية العام الدراسي كانت الحملات الإرشادية، كانت حملات التوعية، كلها تصب في مصلحة هذا الطالب، من خلال كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية، كيفية التعامل مع القلق، كيف بده يعني يعلموه كيف التقنيات ليتعامل مع ورقة الإجابة، ايضا لكيفية انه النمط الغذائي السليم، لكيفية تنظيم، كيف بده ينظم وقته، بيعلموه مهارة تنظيم الوقت. هي من أهم المهارات اللي الطالب لازم ما يدرس بشكل عشوائي، لأنه إذا درس بشكل منظم مرتب كمان بينعكس على نجاحه وعلى أدائه بشكل أفضل ورفع تحصيله. تمام. هذه المسؤولية نقولها فعلا أيضا للكادر التدريسي، المعلمين بشكل يحض من يمكن همتهم على المثابرة وعلى يمكن الالتزام بكافة التعاميم الوزارية التي تصدر عن الوزارة. نتحدث عن كيفية توزيع المراقبين بالمدارس، ما هي الأسس، ما هي القوانين يمكن التي يتم الأخذ بها عند توزيع المراقبين، ما هي الإجراءات المتخذة يمكن لفرض هذا الواقع الامتحاني بشكل يكون مريح جدا للمراقبين وحتى الطلاب. نعم، حقيقة وزارة التربية اعتمدت منذ سنوات نظام التوزيع الإلكتروني ضمن برنامج حاسوبي أعد لهذا الغرض. الأسس المتبعة والمتخذة من أجل توزيع المراقبين هو
مكان عمل المدرس، فالمدرس الذي يدرس في مدرسة معينة ستأتي مراقبته ضمن تمام. الحيز الجغرافي لهذه المدرسة. تمام. إذا هو كان ملتزم خلال العام الدراسي في التدريس في هذه المدرسة حكما هي قريبة من سكنه، بالتالي المراقبة ستكون ضمن منطقة المدرسة التي يدرس بها أو مكان العمل، وهذا يعني يتم إلكترونيا، التوزيع يتم إلكترونيا وطباعة الدعوات أيضا بشكل منظم، وتم إيصال الدعوات إلى الزملاء المراقبين خلال الأسبوع الماضي. يمكن هذا الموضوع يمكن يخلق نوع من الأريحية بالنسبة للمراقب، أن يكون المركز المراقبي قريب أيضا على سكنه، يعني هنا يمكن كنوع من هيك تماما تخفيف من أعباء الاحترام وتخفيف يمكن راعي قدرة تربية دمشق على تحمل إمكانيات. استدراكا لهذا الموضوع، يعني لجنة الامتحانات التي شكلها السيد مدير التربية من أجل هذا الغرض وتوزيع المراقبين هي مستنفرة في هذه الفترة، يعني إذا كان في هنالك حالات فردية أو حالات خاصة صحيح. لبعض الزملاء المراقبين الذين كان توزيعهم يعني بعيد نسبيا، فيمكنهم مراجعة هذه اللجنة ويمكن حل أي مشكلة تعترضهم، وإذا كانوا محقين يعني يمكن معالجة هذه المشاكل وتغير دعوتهم إلى مركز قريب إذا كان المركز يعني بعيد صحيح. ويمكن أن يتحملوا نتيجة ذلك أعباء في المواصلات لركوب أكثر من وسيلة يتم نقل، تبديل يمكن يمكن أو التبديل نعم اختيار. لجنة الامتحانات موجودة تمام. على مدار الساعة، حتى وقت متأخر يمكن عم يضلوا للساعة 3 أو 4 موجودين في مديرية التربية لحل هذه الإشكالات. أستاذ محمد، هناك الكثير من الحوادث التي تقع أحيانا ضمن العملية الامتحانية ضمن المراكز الامتحانية، طبعا بشكل فجائي، يمكن إن كان من حالات وقوع أو حتى إصابات ببعض الأمراض الفجائية التي تحصل للطلاب جراء التوتر، أحيانا جراء يمكن الحركة الزائدة. هنا كيف يتم التعامل في هذه الحالة؟ كيف يتم التنسيق بينكم وبين الصحة المدرسية حتى يتم تداول هذا الموضوع؟ تمام. حقيقة مديرية التربية يعني أخذت مركزان صحيان في وسط مدينة دمشق. نعم. المركز الأول هو ثانوي الزكي الأرسوسي للحالات الحركية الصحية نعم. بشكل عام، وأخذنا مدرسة عائشة البعونية في شارع بغداد للطلاب الصم والمكفوفين ومن في حكمهم. طبعا الحالات الطارئة غالبا تكون حركية تخص مركز زكي الأرسوزي. إذا كانت الحالة الطارئة حدثت أثناء الامتحان، يعني الطالب في مركزه العام في مركز معين يتقدم لامتحان وحدث معه حادث معين، إغماء، حالة معينة، فرئيس المركز فورا يتصل. طبعا نحن معممين على كل مركز امتحاني هواتف الصحة المدرسية. نعم. يتصل بالصحة المدرسية، يتم إرسال طبيب من الصحة المدرسية مع مساعد صحي مع سيارة إسعاف. نعم. إذا كانت الحالة تقتضي، ويتم معالجة الحالة إما في داخل المركز نفسه، الطبيب إذا استطاع حل هذه الحالة وتقديم الإسعافات الأولية للطالب المصاب واستعاد وعيه وصحته وأصبح قادرا على متابعة الامتحان في نفس المركز، يعني يكون قد انتهت مهمتها وتغادر. إذا كانت الحالة تستدعي لا تقديم أمور طبية أكثر، يتم نقل الطالب ضمن سيارة الإسعاف مع الطبيب والممرض ويؤخذ إلى المركز الصحي الموجود اللي حكينا عنه في ثانوي الزكي الأرسوزي. طبعا هذا المركز أطباء الصحة موجودين مستمرين فيه خلال فترة الامتحان بشكل يومي وحتى نهاية كل مادة من المواد. يتم تقديم الإسعافات والأمور الطبية الإجراءات الطبية اللازمة للطالب ويكمل امتحانه إذا كان في نقل إلى المركز الصحي. سمع. هذا إذا كانت الحالة أو الحادثة حدثت أثناء الامتحان وفي المركز الامتحاني. هنالك حالات تحدث بعد الامتحان أو قبل الامتحان. تمام. هنا أهيب بالأهل، يعني إذا كان في وقت مبكر 7 صباحا 6 صباحا يستطيع الأهل فورا التوجه إلى المركز الصحي، لا يتوجه إلى مركز الطالب الأصلي، إلى المركز الصحي، وطبيب الصحة وأطباء الصحة المدرسية موجودين في المركز ويتم التعامل مع الحالة ويقبل بشكل شرطي وآني، يقبل في هذه المادة بالمركز الصحي
ويتم استكمال الأوراق اللازمة، إذا كان مثلا كسر بحاجة إلى تصوير، إذا نعم يعني الأوراق الثبوتية اللازمة بعد الامتحان، ويقبل في المركز الصحي. تمام. إذا كان الحادثة الطارئة أو الحالة الطارئة حدثت بعد الامتحان يعني في وقت الظهيرة، ممكن التواصل مع دائرة الامتحانات والقدوم إلى دائرة الامتحانات من أجل أخذ إحالة صحية إلى المركز الصحي، وفي اليوم التالي يتوجهون مباشرة إلى المركز الصحي. تمام. بكل الحالات يعني أي حالة طارئة يصل الطالب وذووه إلى المركز الصحي يتم معالجته وقبول الطالب إذا كانت الحالة تستدعي في المركز الصحي صباحاً، وتستكمل الأوراق فيما بعد. تمام. أستاذ محمد، أستاذ وصال، معنا مشاركات بدأت بالاتصالات على أرقام الموجودة أسفل الشاشة طبعا للمشاركة. مشاهدينا بهذه الندوة يمكنكم الاتصال أو التواصل على صفحة الفيسبوك أو حتى على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. معنا اتصال أستاذ جعفر، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا فيك يا رب. أستاذ جعفر، نحن عم نحكي عن الواقع الامتحاني اليوم أو التحضير للامتحانات بشكل عام. نعلم أنه دائما هناك توتر، قلق، يعني أعصاب مشدودة. اليوم كيف تفسرون أو تدعمون بشكل عام أنتم المدرسون أبنائنا الطلبة حتى يبقوا في حالة هدوء واسترخاء ليستقبلوا امتحاناتهم بسلامة وهدوء؟ تمام. هلا بداية أول شيء كل التوفيق لجميع طلابنا بجميع المراحل. اليوم كل شخص عم يتكلم عن هاي المرحلة هو شخص مرق فيها سابقا، وحاليا عم يعطي نصائح من خلال تجاربه، من خلال الشيء اللي لازم يتصرفه كل طالب. نعم. هلا حاليا نحن مقبلين على فترة امتحانات، فالتوتر والخوف بيكون بأوج مراحله، من تسويف للطالب، من تأجيل، مو عارفين شو بدنا نعمل، الوقت مو لصالحنا، من باشر نفقد الثقة بدراستنا السابقة، منحس إنه ما درسنا أو ما في وقت أو منحس حالنا مكركبين. هلا هذا الأمر هو أمر جدا 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 طبيعي. نعم. فالطالب بهي المرحلة بمر فينا نسميها بعدة عوامل، اللي هو أول شيء موضوع الضغط النفسي. نعم. طبعا تعرض الطالب للضغوط النفسية هو أمر طبيعي جدا بهي المرحلة، وخاصة إذا كانوا يلي حواليه عم ينطروا حتى يحصد النتائج، مثل الأب والأم عم ينتظروا لحتى يحصدوا نتائج تعبهم. ثاني شيء الضغوط النفسية اللي عم يتعرض لها الطالب، اللي هي المنافسة من الأصدقاء يلي حواليه، المنافسة من المحيط يلي حواليه. نعم. عم يحاول يخوض، خلينا نسميها رحلة بحث، لحتى يجمع العلامات أو الدرجات لحتى يوصل للكلية أو للجامعة أو للفرع. نعم. يلي هو عم ينتظره طويلا. طبعا ثاني شيء دائما في عنا عامل عند الطالب اللي هو عامل المجهول او الخوف من المستقبل. خوف اي طالب من المستقبل طبعا هو شيء جيد بنفس الوقت، وشيء سلبي شوي بيأثر سلبا على نفسيته. طبعا هو بداية مشوار لحياته العملي بعد 12 سنة دراسة، اذا كان بالمرحلة الثانوية فهو بعد 12 سنة، فشيء طبيعي يمر بهي الحالة الخوف، شو ناطره للامام. ولكن بدنا نحاول نحن اليوم كمدرسين، بدنا نحاول كأهل لا نترك هذا الطالب الخوف يسيطر عليه، الخوف الزائد بشكل مستمر ومباشر. طبعا الشيء الأساسي دائما بيفقد الطالب تركيزه من خلال التفكير بالشيء اللي حواليه، فنحن بدنا نحاول قدر الإمكان نوجهه توجيه عقلي صحيح، توجيه فكري صحيح، التوجيه للفكرة الامتحان بشكل عام. نعم. بدنا نحاول قدر الإمكان لا نعطي الأمور أكبر من حجمها. نعم. طبعا نحن في عنا دائما تنربط كلمة الامتحانات، هو مجرد الكلمة عند الطالب فهي دائما عم تنربط بشيء سلبي، يعني لما بتنذكر أمامه كلمة امتحان فهو دائما عم ينربط بشيء سلبي. هذا العامل السلبي عم يولد عند الطالب القلق. نعم. يعني ببلش الطالب يشعر بالخوف، ببلش يشعر بقلق بسبب اقتراب موعد الامتحانات، حتى إذا بدك بيعاني من عوارض جسدية، من فقدان شهية، من إحباط، بصير دائما يحس بالجوع، بتسيطر دائما الامتحانات على تفكيره بالكامل. هذا الكلام كمان بينعكس على الطالب، بصير يأثر على نومه، على ساعات نومه. طبعا نحن بهاي الفترة لازم نكون كأهل بالدرجة الأولى، قبل ما يكون المدرس لازم يكون دور الأهل واحدا، لأنه هن العامل الأول المحيط بهذا الطالب.
طبعا حكينا سابقا انه المجتمع حاليا كله مستنفر على الامتحانات، بس الاهل هم اكثر شيء فاعلين او فعالين او بحاله الطوارئ. نعم. طبعا بدايه لازم يكون في ضمن البيت اللي هو تهيئه الجو المناسب لهذا الطالب، الحاله النفسيه للطالب، يعني بدنا نتعامل معه انه فتره الامتحانات هي فتره بقدر ما انا مهمه، بقدر ما نحن حتمضي هاي الفتره وحتمشي بشكل طبيعي، يعني عيش حياتك طبيعي، لا تعطيها اكثر من حجمها. هذا الكلام لا يعني انه انا ما اقلق بسبب الامتحانات، لا، ولكن انا اعطيها الشيء يلي بالفعل تستحقه هاي الكلمه. نعم، وخاصه تماما استاذ جعفر، وخاصه عندما يكون الاستاذ صديق للطالب يمكن علاقه وديه ومحبه تخلق من بدايه العام الدراسي، هون يمكن بيكون حده التوتر بتكون اخف من انه فعلا يكون في حاجز بين الطالب والمعلم. تمام، هلا بدنا نتفق على نقطه انه اليوم النسيان هو ألد عدو للامتحان. تماما، النسيان هو ألد عدو للامتحان. طبعا اليوم الطالب دائما يتأثر بأشخاص، حتى بالطبيعة البشرية كل واحد فينا يتأثر بشخص، يتأثر بكلمة، فممكن اليوم الطالب يتأثر بكلمة أستاذ من أساتذته. فاليوم دور الأستاذ أول شيء دائما الانتباه للكلمات يلي عم يحكيها مع هذا الشخص بالدرجة الأولى، ككلمات، كحال نفسية، كتعامل مع هذا الشخص، لأنه اليوم الكلمة إلها تأثير جدا قوي عند الطالب، وخاصة إذا كان من أستاذ بيحبه أو إذا كان من شخص غالي عليه أو إذا كان من شخص قادر بالفعل أنه يأثر عليه. ثاني شيء اليوم نحن المفترض كأساتذة نوعيهم على موضوع تنظيم الوقت. يعني اليوم في كثير نحن، وخاصة هلا حاليا بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فصار موضوع النت عم ياخذ كثير من وقت الطالب، فبدنا نحاول قدر الإمكان نوعيه نبعد شوي على موضوع النت، نأجله. دائما في شيء بالطبيعة البشرية إذا أنا أجلت الشيء اللي أنا بدي إياه حاليا فأنا حأحصد نتائج للأمام أكثر وحأحصد نتائج أفضل. تمام. يعني خلينا نسميها هي تأجيل الملذات الحالية للأمام. كل شيء لاحقين، كل شيء خلينا 12 سنة يلي درسناها نتيجة ثمارة هي حنحصدها بهذا الشهر يلي نحن حنقدمه، فنحن بدنا نحاول قدر الإمكان نعرف كيف ننظم لهم وقتهم، كيف ننبههم على موضوع تنظيم الوقت. هلا في كثير من أبنائنا الطلبة اللي بيفهموا موضوع تنظيم الوقت اللي هو الاستيقاظ الساعة 7، أنا لحتى أفطر ربع ساعة، لا، مو هيك تنظيم الوقت. تنظيم الوقت إني أنا اليوم حط هدف يومي، فرضا أنا عندي مادة معينة فأنا بدي خلص بهذا اليوم هذا الكم من المادة، ولكن ضمن تنظيم معين. يعني تكون دائما عدد ساعات النوم، في كثير من الطلاب بأوقات الامتحانات ما بيناموا، هذا الكلام خاطئ جدا، لأنه اليوم المفترض الجسد ياخذ راحته، ياخذ حقه من النوم لحتى يرجع بثاني يوم بنشاط افضل وبطاقه افضل. تمام. فنحن بدنا نحاول مع تنظيم الوقت يلي هو ناكد عليهم على روتينهم اليومي، مع بالمرافقه لعدد ساعات النوم لازم يحصل على غذاء صحيح. يعني ما بيصير انا اليوم استيقظ الساعة 7 صباحا ضل الساعة 12 او الساعة 1 حتى افطر، لا، بدي حاول نظم بنفس الوقت يومي وقتي، وبدي حاول نظم غذائي. هلا الشيء الثالث اللي هو دائما مننبه عليه اللي هو موضوع الدعم. في كثير اليوم من الطلاب في عنده عامل الخجل ممكن يمنعها من انه تطلب دعم من شخص او تطلب مساعدة من اي شخص. صحيح. نحن اليوم متواجدين على مدار 24 ساعة ان شاء الله لدعم اي طالب، لدعم اي شخص هو بحاجة دعم نفسي ودعم علمي ودعم اذا بده متواجد معه شخصيا. فبدنا نحاول قدر الامكان نراعي موضوع المشاعر اللي يمر فيها هذا الطالب بفترة الامتحان، ونحافظ دائما على طاقته ونعرف نوجهها ونركزها بالمكان الصحيح. أكيد أستاذ جعفر، بدنا نتمنى فعلا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب، وبدنا نقولكم يعطيكم ألف عافية. دائما أنتم بالخطوط الأولى، يعني بالأزمات، بالدراسة، بالتدريس، دائما أنتم المعلمون، شعلة تنبض بالحياة. شكرا جزيلا لهذه المداخلة. شكرا. استاذ جعفر، بتمنى لك التوفيق.
وكل التوفيق للطلبة جميعا. شكرا كثير. أستاذة وصال، دائما نحن بنعرف أنه الأهل من بداية العام الدراسي متابعة حثيثة على يمكن الواقع التدريسي للطالب، الحياة الشخصية للطالب، المجتمع الموجود فيه، الأقران. هناك يعني جملة من التغيرات أو الحالات اللي ممكن يعيشها الطالب خلال العام الدراسي الأول. طبعا بنجي لنهاية العام نحن بيكون عندنا فكرة عن أو مكونين فكرة عن هذا الطالب. حقيقة صلة الوصل بين الطالب والأسرة والأسرة والمدرسة، هون ما هو الدور الذي يمكن أن نعول عليه حتى يكون في علاقة ناجحة؟ طبعا التواصل مهم جدا بين الأسرة والمدرسة لتوطيد العلاقة الإيجابية ما بينهما. كلاهما طبعا له الدور الهام في بناء شخصية الطالب، في رفع مستوى تحصيله. علينا أن نعلم أن التواصل بأشكاله، إن كان شفهي، إن كان مكتوب، إن كان مجالس تعاونية، إن كان بريد إلكتروني، إن كان إلى ما هنالك من هذه الأشكال للتواصل، بالتالي هذا التواصل له أهمية كبرى. متابعة سلوك الأبناء ممكن لتنمية مهاراتهم، للكشف عن الموهوبين. أيضا ليس فقط للتقصير أو الوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، وأيضا الوقوف على نقاط الضعف وعلاجها. التواصل له مفهوم أبعد من ذلك. التواصل أيضا هو لتبادل الخبرات والآراء ما بين المدرسة وبين الأهل. ممكن يعطوني أنا مقترحات وآراء كتير تفيدني بتطوير العمل التربوي، تفيدني بتطوير مهارة عند طالب، ممكن يعطيني أفكار كتير رائعة تساهم في تطوير عمل المدرسة. فالمدرسة لا تستطيع تطوير عملها إلا بمشاركة المجتمع المحلي. فالطالب عندما يشعر أن أهله متواصلون بشكل دائم باستمرار، مو فقط بس مجلس الأولياء، يجب التواصل أن يكون باستمرار لمتابعة سلوك هذا الطالب، لمتابعة تحصيله، لمتابعة أقرانه، لتكوين شخصيته، مهاراته، ربما لديه صعوبات، لديه مشاكل، للتعاون ما بين المدرسة والأسرة لعلاج هذه النقاط. وعندما يشعر الطالب بأن هناك تواصل، هذا يشعره بالأمان، يزيد الثقة بنفسه، يزيد من تحصيله، يطور من أدائه. يعني التواصل شيء جميل جدا، وأنا أدعو جميع الأهالي لهذا التواصل. يجب أن تكون هناك علاقة إيجابية ضروري لتطوير عمل المدرسة. نحن بحاجة لكم، بحاجة لدعمكم. يعني أنا ابني عم بعطيه المعلومات العلمية، لكن بحاجة بنفس الوقت من الأهل الدعم، الدعم النفسي والدعم إذا كان بحاجة إلى نقاط معينة، شرح نقاط معينة، بحاجة إلى موضوع ما، مشكلة ما. يجب أن تتضافر الجهود، لأن المدرسة واحدة لا تستطيع تحقيق ذلك، فبتضافر الجهود والشراكة المجتمعية هذا كله يساعد على رفع سوية أداء الطالب، وبالتالي رفع تحصيله، وبالتالي النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها. تماما. معنا اتصال من نور. تفضلي نور. مساء الخير. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. حبيبة قلبي مساء الخير جميعا. مساء الخير، يسعد مساكي حبيبة قلبي. أنا اليوم حابة أحكي شيء بخصوص مشكلة النطق وسرعة التحصيل الدراسي. نحن كثير هلا حاليا عم نشوف أطفال عم يعانوا مشاكل تأتأة، سرعة زائدة بالكلام لدرجة إنه نحن ما عم نقدر نفهم عليهم بالكلام. فنحن بدنا نعرف شو أثر مشاكل النطق أو وجود اضطرابات الكلام واللغة عند الأطفال، سواء كان عند الأطفال أو الشباب، وأثرها بالتحصيل الدراسي. شكرا كثير لمداخلتك، يعطيك العافية. أكيد طبعا، شكرا لك على هالسؤال. الاضطرابات النطق هي صعوبات وممكن علاجها، كل ما بكرنا بالعلاج ممكن علاجها. ما نستسلم لهاي. نحن كتير بمر علينا أطفال في تأتأة، ممكن من بدايات من هو الطفل بالروضة، من علمه أنه هالحرف لفظه بشكل صحيح، أنه الفظه بحط مراية. يعني في هنيك مهارات، في استراتيجيات لتدريب هذا الطالب، في جلسات لهاي، في غرفة مصادر لتعليم هذا
الطالب، وكثير حالات نجحت وصاروا تماشوا مع اقرانهم يعني. نعم. بس هذا بده العلاج يكون من بكير يعني، انه ما نستسلم نحن ونقعد نضحك له والله حكى الكلمه او حتى تأتأة او نتمسخر عليه، هذا بالعكس بزيد الطين بله. يفترض انه نعالجها من البدايات، وهي يعني حاله طبيعيه. في اولاد كثير عندنا، اطفال كثير بيمروا بهي الحاله وممكن علاجها يعني. تمام استاذ محمد، مثل ما ذكرت حضرتك انه تم تجهيز جميع المراكز وتوزيع المراقبين على المراكز بشكل يتناسب مع وضعهم السكني والمجتمعي. نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصه، هل فعلا تم انشاء مراكز لهؤلاء الاطفال؟ كيف تم توزيعهم؟ كيف تم توزيع المراقبين؟ هل هم مراقبين عاديين او يمكن من نفس الصله، او يعني لهم معامله خاصه اقصد؟ تمام. ذكرت بأنه نحن في مديرية التربية دمشق أخذنا مركزين لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هن مركز زكي الأرسوزي للإعاقات الحركية، تمام، ومركز عائشة البعونية للمكفوفين ومنفوحكم والصم. الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لجميع الشهادات عرضوا على اللجان الصحية قبل تحويلهم، تمام، فبحسب وضعهم الصحي تم اتخاذ القرار من قبل أطباء الصحة المدرسية. هنالك طلاب بحاجة للمساعدة في القراءة، هنالك طلاب بحاجة للمساعدة في الكتابة، تماما، بسبب إعاقة حركية معينة فقط وبحاجة لمن يساعده في الكتابة أو يكتب عنه. هنالك طلاب ليسوا بحاجة لأي نوع من المساعدة، لا للقراءة ولا لكتابة، إعاقة بالأطراف ربما، يعني يتم مساعدتهم بكرسي متحرك أو بإيصالهم إلى المركز، لكن من حيث قراءة الأسئلة وكتابة الإجابة هم ليسوا بحاجة للمساعدة. كل هذه الأنواع من يعني تقييم حالات الطلاب تم دراسة كل حالة على حدة، وتم اتخاذ القرار طبيا من قبل أطباء اللجنة الصحية، لجنة الصحة المدرسية، وأخذ لكل طالب هنالك إضبارة واستمارة، وحدد فيها نوع المساعدة التي هو بحاجة لها. تمام. هلأ مديرية التربية أيضا فرزت من أجل هذا الغرض، فرزت لجان على هذه المراكز. يقوم رئيس المركز بمساعدة الطبيب، طبيب الصحة المدرسي، بتعيين اللجنة المناسبة لكل طالب من الطلاب، لجنة قراءة أو لجنة كتابة، على الأقل مؤلفة من شخصين لكل طالب يقوم بمساعدتهم. يتم تبديل هذين أو هذه اللجنة يوميا، يعني أنا اليوم عندي شخصين عم يساعدوني بالقراءة بالكتابة، فغدا يتم تبديلهم. ما بتضل نفس اللجنة عم تشتغل مع الطالب نفسه. هنالك أيضا بعض الإجراءات الاحتياطية، نحن جميع زملائنا ثقة، ويتم يعني أخذ تعهدات منهم بعدم كتابة إلا ما يملي عليه الطالب، يكتب ما يملي عليه الطالب. هنالك آلات تسجيل لكل طالب مع لجنته موجودة متخذة، يتم تسجيل كل ما يتكلم به الطالب، في يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. تمام. لجان بعض المواد العلمية مثلا الرياضيات الفيزياء، يتم تحديد اللجان من ذوي الاختصاص العلمي، يعني أنا ما بحط ولا مدرس جغرافيا بمادة الفيزياء، فعلى الأقل مادة علمية يستطيع صحيح. يعني يقدم معلومات صحيحة، يقدم معلومة لكن يكتب ما يملي عليه الطالب، يكتب معادلة، يكتب كذا، فيكون اختصاصه علميا في المواد العلمية. أستاذ محمد معنا اتصال من آمنة من دمشق، أهلا ومرحبا فيك، تفضلي. اهلا، صباح الخيرات، تفضلي ارفعي لي صوتك لو سمحتي. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي، معك الاستاذ محمد. ممكن اسالك سؤال استاذ؟ تفضلي. يا هلا استاذ، في مراكز خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه ولا لا؟ هن معنا باي مركز؟ لا، هلا كنا عم نجاوب على هذا السؤال، وقال الاستاذ محمد انه في مراكز مركزين خاصين بذوي الاحتياجات الخاصه. اذا بدمشق، اذا بدمشق يعني، هي بكل المحافظات موجود، في كل محافظه يوجد مركز لذوي الاحتياجات الخاصه حكما، في كل محافظه.
تمام. أستاذ محمد، قبل ما ننتقل للست وصال نحكي يمكن على الجانب النفسي، عم نحكي عن الصعوبات. في صعوبات واجهتكم بأثناء تحضير للامتحانات، تحضير المراكز الامتحانية، عانيتوا فيها سابقا؟ هون يمكن وجدتوا حلول لهي المشكلة؟ يعني هي بعض الصعوبات العامة التي تعاني منها ويعاني منها بلدنا الحبيب، موضوع الكهرباء، موضوع المواصلات، موضوع تأمين المحروقات للآليات، لكن تم بتضافر الجهود يعني التغلب على هذه الصعوبات، ودائما يعني كان هنالك تعاون من الجهات العامة يعني عند الحاجة. مشكورين مديرية الكهرباء والسيد مدير الكهرباء، عندما كان يطلب مدير التربية العون كان يسارع للتلبية، وهنالك يعني مدنا ببعض الساعات الزائدة عن حاجتنا عند الضرورة. تمام. أستاذ وصال، نحن نعلم يعني وإن كنا نتحدث من أنفسنا بداية، وحتى طلابنا اليوم أبنائنا، دائما الشهادات العامة تأتي في مرحلة صعبة جدا على الطالب وعلى الأهل، وهي فترة المراهقة. يعني هنا يمكن يتم التركيز أكثر على ضبط السلوك، يمكن تنظيم وقت الطلاب، دائما التوجه للاهتمام حتى الطالب فعلا يخطر ينتج، أو حتى يمكن يجيب علامات تؤهله مثلا للفرع المطلوب. هون هاي الفترة فعلا الحساسة، قد ايه ممكن تعمل قلق عند الأهل قبل الطالب؟ أنا بتشكرك على السؤال المهم، وأنا من منبركم بدي أحكي عن هذا الموضوع لأنه كتير موضوع حساس. طبعا هي فترة المراهقة هي فترة حساسة جدا بالنسبة للطالب، فترة حاسمة بحياته، لأنه هي فترة انتقال تدريجية من مرحلة الطفولة لمرحلة النضج الجسمي والجنسي والعقلي والفكري وإلى ما هنالك. طبعا هو عم بيعيش بحالة يعني بحالة صراع، بحالة أزمات، يميل نحو الاستقرار إلى يعني تحقيق ذاته، إلى تحقيق هويته. فأنا هون بدي أعرف كيف بدي أتعامل مع هذا المراهق، هو من دون شيء يعني تغيرات فيزيولوجية بجسمه. تجي بدك تدرس، بدك عم تملي عليه النصائح، هون نحن كل ما أملينا عليه النصائح كل ما هو تمرد، علمناه التمرد. لا، خلي هو يحكي بالحلول. شفته عم ترك الدراسة، عم يمشي، عم يتمشى، بيروح وبيجي، بده يأكل، بده يروح، عم يتمرد، ما عم يدرس. مع هون أعطيه فرصة، مهلي شوي بدون ما تعيطي ولا تحكي ولا تصرخي عليه، تجاهلي تصرفه، بدك تحتويه، تسمعي له، حاوري، ناقشي لسن المراهقة. سن المراهقة على فكرة أنا إذا تعاملت معه بطريقة تربوية ممكن يضل 6 أشهر لسنة ممكن وتنتهي هاي المرحلة. إذا ما عرفت أنا أتعامل بهاي المرحلة شلون بدي أتعامل معه، ممكن تستمر لسنوات. تماما، بتستمر لسنوات. يعني فأنا لازم نعول على أهم شيء إني أمدحه، أي الطريقة التربوية أهم شيء، أمدحه لهذا المراهق، أمدح عمله، زيد له الثقة بنفسه. يعني كتير أنا الأهالي مثلا بيتصلوا إنه ابننا ما عم يسمع لنا كلمة، عم بيجاوبنا، عم بيعمل مثلا أشياء، عم يكذب علي مثلا، درست إيه، خلصت كذا، ليش يا ابني؟ لأنه بتحاور أنا وياه بعد ما يهدأ أنا استوعبته. طبعا هو اللي بيقول لي الحلول، لانه انا خايف انك مثلا تحكي معي كلمه ما كويسه، عرفت شلون؟ فانا لازم امدح سلوكه، زيد الثقه بنفسه. فهو يعني نوعيه هذا السن المراهقه بيستمتع باهانه القدوه. تمام، يستمتع باهانه القدوه، تخيلي. صحيح. ولما انت بتمدحي ذاته، اي حتى يثبت ذاته، ولما انت بتمدحي بالعكس انت بتكوني قضيتي على التمرد اللي عنده. تماما تماما. وهي فعلا هون يعني احنا نوجه نصيحه للاهل، لكل الاهل، انه الاهل هن يقدروا يتعاملوا بطريقه تربويه، بطريقه هادئه مريحه، ما نصرخ نهائيا. صحيح. ولا انه بالهديد وبالصراخ وبهالامور. تماما. استاذ محمد، يعني بالعوده للامتحانات وجو الامتحانات، جو المراكز، هل تم يعني إنشاء جميع المراكز أو جهوزية جميع المراكز بكافة المحافظات حتى بالمناطق المنكوبة يعني اللي تأثرت بالأحداث الماضية؟ من كان زلزال، نحن نعرف إنه الفترة الأخيرة كان في صعوبات أو واجهتنا يعني أحداث معينة، هل تم أيضا في هذه المناطق تجهيز المراكز الامتحانية؟ حقيقة هذا الموضوع
الموضوع نحن بعيدين شيئا ما عن نحن تربية دمشق، لكن من خلال متابعتنا لحديث السيد الوزير من فترة يعني أكد بأن المراكز الامتحانية في كل المحافظات هي جاهزة ومستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب، أما نحن في محافظة دمشق فمراكزنا الحمد لله لم نتأثر يعني تماما يعني ما عندنا الحمد لله أي إشكال الحمد لله مراكزنا جاهزة ومستعدة لإجراء الامتحان. طيب خلينا ناخذ وائلة زيادة من حلب مداخلة، أهلا وسهلا فيكي. مساء الخير. أهلا وسهلا تفضلي. هلا الحقيقة موضوع كان اليوم كتير مهم بهاي الفترة بسبب قرب الامتحانات الشهادات طبعا. تماما يعني هو القصة بالأساس هي أنه صار الامتحان هو شبح أو فوبيا بتهاجم الأهل قبل الابن بحد ذاته. تمام. صح. فهي القصة لازم تتعالج عند الأسرة من ومن خلال الأسرة، يعني مو بس تتعالج عند الأسرة ومن خلال الأسرة لحتى الولد يقدر يتجاوز هاي المرحلة من حياته بسلام. طب عندك أفكار مثلا ممكن تزودينا فيها أو أكيد. ممكن مثلا هو من أهم شيء أنه يكون في توازن وتعامل بواقعية بين قدرات الولد وبين الشيء المطلوب منه. يعني ما بصير أنا أعرف قدرات ابني بوادي وما أطلبه منه بوادي تاني. تماما. مشكلتنا نحن أنه كل الأهل بدهم أولادهم أطباء. صحيح. كل الأهل بدهم أولادهم بأعلى الكليات، وهذا شيء خطأ، لأني إنها إذا ما بعرف قدرات ابني صحيح. ما بصير أطلب فوق إمكانياته. هذا الشيء اللي عم بطلبه فوق إمكانياته هو اللي عم يخلق هذا الفوبيا وهي الشبح أمام الولد والتوتر الدائم، يعني إنه لازم يحصل النتيجة اللي بده إياها الأب والأم مو هو اللي تماماً. هو للأسف يعني هو ما عم بياخذ رغبته أو قدراته صحيح. هو أو رغباته، وأنا عم بحقق رغبات الغير صحيح. وهذا الشيء بيخليه دائما في حالة قلق وتوتر. فالأهل مفروض يكون عندهم نوع من، خاصة بهاي الفترة وطول العام الدراسي مو بس فترة الامتحانات، دائما المدح، دائما التعزيز، غرس الثقة بالنفس، هاي شغلات كتير مهمة. عدم مقارنته مع أحد من أقرانه، يعني هاي كتير مشكلة كبيرة. ابن خالك هيك وابن عمتك هيك وفلان هيك، لا خليه هو هيك مثل ما هو. فهي شغلة كتير كتير مهمة. أول شيء بعدين نعتبر فترة الامتحان هي فترة حياة يومية، ما نعتبرها هي فترة معسكر أو والله هي فترة عصيبة على العيلة كلياتها، لا بالعكس تماما، نخليها تمرق بسلام ونمارس نشاطاتنا فيها كأي يوم من أيام العام. يعني هي كثير هذا التوتر، أنت لما تتوتر الأم والأب بينقلوا هذا التوتر باللاشعور للولد حتى تماماً. لو هنن عم بيحاولوا يظهروا، بس التوتر الواضح بينتقل للولد شئنا أم أبينا. تماما فعلا، يعني وقت اللي نحن بناخذ الحلول من الامهات اللي خاصه بيكون عندهم بتنعكس فعلا، يعني عم فعلا يتعاملوا بطريقه صحيحه مع اولادهم. صحيح. تماما والام عليها بالذات في لها دور اكثر للسعر. تماما. تنظم النوم عند الولد، ما تخليه يسهر زياده، هذا لاني بيسبب له ارهاق. تنظيم اكله، ما يكون الاكل مثلا دسم، ما يكون الاكل له علاقه بالخمول، يعمل خمول، هي كلياتها يعني دور الاسره كثير كبير مع الولد، وبخفف 70% من اعباء الامتحان على الولد. وبالاخير الالتجاء الى الله، يعني انت لما بتزرع الايمان بقلب ابنك فاكيد اكيد رح يكون الله سند له. بعمره انسان ما سند على الله ووقع. تمام. فأنت لازم تعززي حتى هاي القصة، هذا الجانب الروحي عند الولد لازم يتعزز كمان. أكيد نتمنى التوفيق للجميع، وفعلا بدي أتشكرك على هالمداخلة اللطيفة. شكرا جزيلا لإلك، يعطيك ألف عافية. ونحن بدورنا كمان نتشكرك كثير على المداخلة الرائعة. باسم أهل حلب نتمنى التوفيق لكل طلابنا في كل محافظات سورية إن شاء الله. نتمنى هنن كمان يتمنون التوفيق رغم كل الظروف. أكيد كل التحايا لشعب حلب فعلا. تماما توفيق نجاح دائما. حلب شوي كانت عصيبة. تماما. فبتمنى التوفيق لأولادنا ولكل أولاد آمين. سوريا الحبيبة إن شاء الله للجميع. شكرا جزيلا لها المداخلة اللطيفة. شكرا لك.
فعلا يعني نحن منضم كمان نحن صوتنا لصوت أكيد. الأم الرائعة اللي كلامها كتير يعني بلسم على الجرح. بنتمنى كل الأمهات يعني أنه هذا الوعي أنه لازم يدرك قدرات الفرد، أنه كل فرد له قدرات تختلف عن الفرد الآخر، مو كل أولادنا بدنا ياهم أطباء يعني صحيح. نحن بدنا نعد أفراد صالحين. دائما عم نحس في مشكلة معضلة عنا بالمجتمع اللي نحن عايشينه، أنه أنا ما بدي ابن الجيران أو ابن أختي أو ابن أقاربي أنه يكون أفضل أحسن من ابني، كل أنا لا لازم يكون هو أفضل الناس تماما. بس يعني عم ترسمي أنت مستقبل ابنك من أنا اللي ما أقدر أحققه بدي أرجع إلى أي نوع من الرغبة للأسف. اللي هو عايشه للأسف. يعني لهيك عم نلاقي للأسف ستوصال وهذا السبب اللي عم بيسبب لهم القلق بالضبط وهذا التشنج يعني والرهاب من الامتحان يعني هذا القلق اللي عم بيسببوه الأهل لأنه هو ما عم يقدر يلبي رغبة أهله والأهل بدهم مستوى فوق طاقة وهذا اللي عم نشوفه احنا للاسف هلا عم نلاقي انه طلاب عم يدرسوا افرع انهم ما بيرغبوا لا ابدا ولكن متى ما دخلوا اول سنه او ثاني سنه عم نلاحظ انه عم يرجعوا يفشلوا فعلا عم يفشلوا ويرجعوا للموهبه او للرغبه اللي هن وحتى سياده الوزير بهذا الموضوع يعني انا مثلا نجار ناجح احسن من طبيب فاشل يعني انا شو ميوله لهالطالب بمشي على ميوله يعني شو ميوله انا ميوله محامي معلم تماما يعني بيبدع هو يعني بالشيء اللي بيبدع بالشيء اللي بيحبه ليش انا افرض شيء عليه ما بيحبه ممكن يحقق شهادات عالية باختصاصه تماما يعني يبدع ويتميز ويتفوق وقد عم نشوف هاي النسبة أستاذ محمد لما عم نشوف طلاب عم بيحققوا علامات عالية جدا بتأهلهم أنه يأخذوا أي فرع بيحبوا سواء بدراسات عليا لكن عم يتجه لفرع معين يعني أنه فرع عادي هو لكن هو يعني بيحبه بيرغبه لا بيأبدع فيه بمرحلة معينة عم نشوف إنجازات رائعة من هدول الطلاب فلهيك احنا عم نوجه الاهل انه ما تضغطوا اولادكم خلوهم على راحتهم يقدر الطالب يعبر عن مشاعره عن رغباته عن مواهبه ممكن يعطي انتاج افضل يعني نحن سوريا هلا بحاجه لدعم ابنائنا لبنائهم بطريقه فعاله هنن اذا ما حبيت الشيء ما راح تبدع فيه اكيد يعني هذا بالنهايه الرضا. اهم شيء اعطائهم الرضا لاولادنا تقبلهم كما هو هذا الطالب بقدراته بمهاراته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته فهدول امانه في اعناقنا صحيح نمشي مثل رغباتهم شو بيحبوا لازم نمشي عليه تمام أستاذة وصال لهون يعني نحن دائما منعول بمسؤولياتنا بالمدارس خاصة على الإرشاد النفسي الإرشاد الاجتماعي هون بيلعب دور كتير كبير باحتواء هدول الطلاب وخاصة مثل ما ذكرنا بمرحلة المراهقة هون بحاجة لأصدقاء يكونوا متفاهمين أو لأشخاص أكبر منهم بيحتوون يمكن خارج الأهل أحيانا الأهل ما بيقدروا يستوعبوا أبنائهم خوفا منهم يعني أو ممكن يمارسوا عليهم الضغط أو أي نوع من التربية القاسية نوعا ما هون دور الإرشاد بالمدارس الإرشاد هو دور له دور أساسي يعني من الضرورات الأساسية بوجوده في المدرسة أصبح جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية فضرورة وجود الإرشاد لإكسابه التأقلم والتكيف مع الحياة الاجتماعية النفسية أيضا ليكسبه القدرة على حل مشاكله ليكسبه العادات الدراسية الصحيحة ليكتسب كيف يتعامل مع الورقة الامتحانية لتقويم سلوكه لتكوين شخصيته يعني حتى أيضا لا يقتصر فقط على الجانب النفسي والتربوي أصبحت مهمة الإرشاد وإنما أيضا على الجانب التعليمي ومعالجة المقصرين دراسيا والمتأخرين تماماً. دراسيا تماما أستاذ محمد نحن كثير بهمنا هلأ يمكن الأهل يعني متوترين بهاي المرحلة فأكيد الكل بيسأل عن المراكز عن وجودها عن كيفية يمكن توزيع المراقبين أو حتى الطلاب تماما بدنا نحكي عن ورقة الأسئلة يعني شايفين ورقة الأسئلة ونحن بهمنا هذا الموضوع جدا جدا طبعا. وخاصة الأهل هل في تعليمات مسبقة عن هذا الموضوع تم طرحها بالمدارس أم يمكن في تعديلات عن يعني السنوات السابقة هل من جديد أم
تمام. نعم. هلا بداية نحكي على توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية، هو نفس الأسس التي اتبعت في توزيع المراقبين. تمام. مدرسة الطالب بالنسبة للطلاب النظاميين مركزه سيكون قريبا من مدرسته. تماما. يعني قريبا من سكنه حتى لا يتحمل أعباء المواصلات. بالنسبة للطلاب الأحرار أيضا مركز الطالب حسب عنوانه عندما تقدم بطلب اكتتاب لدائرة الامتحانات حدد المنطقة السكنية التي يسكن بها. نحن دمشق موزعة إلى 8 مناطق، البرامكي، المهاجرين، ركن الدين، مساكن برزة، يعني قدر الإمكان وضع الطالب في منطقته السكنية. تماما. يعني هي أول راحة نفسية ممكن يحصل عليها الطالب. تمام. البطاقات وزعت وأصبحت يعني 90% منها مع الطلاب، ولا زلنا مستمرين في التوزيع. أما بالنسبة ما يتعلق بورقة الأسئلة، جميع المواد لا جديد، هي نفس النماذج ونفس الأسس باستثناء مادة الجغرافيا. مادة الجغرافيا اتخذت وزارة التربية قرارا في هذا العام وفي هذه الدورة أن تكون هذه المادة مؤتمتة مختلفة عن بقية السنوات السابقة. يعني سيأخذ الطالب ورقة الأسئلة وستكون حوالي 60 سؤال. تمام. كل سؤال مرفق معه عدة إجابات، 4 إجابات أو 5 إجابات، 4 إجابات على الغالب، إحدى هذه الإجابات صحيح. تمام. والباقي خطأ، وما على الطالب إلا أن طبعا ورقة الإجابة بالنسبة للجغرافيا تختلف عن الأوراق العامة، هي ورقة مؤتمتة مرقمة من 1 إلى 100 حسب رقم السؤال، وكل سؤال أمامه عدة خيارات A B C D. تمام. الخيار المقابل والمطابق للإجابة الصحيحة يقوم الطالب بتظليل دائرته وطمسها بشكل كامل بالقلم الأزرق. بالأزرق. بالقلم الأزرق. هنا يجب أن أنبه إلى عدة ملاحظات. أولا أن يكون الطالب دقيقا في اختيار الإجابة، يعني تمام. ما نختار الإجابة إلا بعد ما نكون أخذنا قرار متأكدين من أن هذه هي الإجابة الصحيحة، لأنه بعد ما ظللت الدائرة المناسبة لن أتمكن من تغيير الجواب. وأي اختيارين لإجابة واحدة، يعني إذا طمس هو دائرتين فسيخسر علامة. تمام. هذا الجواب. تمام. أو البعض، يعني احنا من خلال تجربتنا السابقة اعتمدت الأتمتة في اختبار الترشح، البعض كان يجي بعد ما يضلل الدائرة لا بده يغير، فيجي بإبرة أو ببوزة القلم يثقب الإجابة. تمام. السابقة. هون يمكن هذا الكمبيوتر لا يتعامل، تصرف خاطئ وهو تشويه لورقة الإجابة ربما يذهب علامة. طب بهيك حالة أستاذ مثل ما ذكرت حضرتك ممكن الطالب أنه يغير إجابته، كيف بيقدر انه ما في تغيير للاجابه أبداً. بعد ما اذا ما متلبت خليه لا ياخر، يعني ما 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 يجاوب ليخلص اسئله ويرجع لهالسؤال. يقدر يستخدم القلم الرصاص بالتضليل وبعدها بالنهايه يمكن يثبت وقت مع الطالب. ممكن يستخدم القلم الرصاص اذا ما كان متاكد من الاجابه، بيمحي بعدين وبيتاكد بيثبت الاجابه الصحيحه. لكن بدنا ننتبه لمساله الوقت. تمام. يعني مده الامتحان 1.5 ساعة ل 60 سؤال، يعني ما في وقت يعني يمكن. كتير صحيح، وخاصة طلاب العلمي يعني. تمام. هم نشدد عليهم أكثر. فقط مادة الجغرافيا للفرع الأدبي بس اتخذت هذه السنة. وبالمناسبة قبل ما تتخذ وزارة التربية هذا القرار تم تجريب المادة في امتحانات الفصل الأول، يعني طلاب الفرع الأدبي هم خاضوا هذه التجربة في امتحانات الفصل الأول، وعلى ضوء هذه التجربة اتخذ في قرار. أمل تعمم الطريقة طريقة الأتمتة يعني على باقي المناهج هذا العام. التجربة على ضوء التجربة، تجربة لهذا العام ممكن بالسنوات القادمة يعني تتخذ. ممكن مثلا من يعني من باب إبداء رأيي، أنا برأيي يعني كشخص أنه ممكن تكون أفضل، لأنه فعلا كتير عم نلاحظ أنه طلابنا وقت عم يكتبوا أو يعملوا الإجابات بيروحوا على المسودة، فممكن ينسوا أنهم ينقلوها على المبيضة، فعم تروح العلامات، وكتير لاحظنا يعني كتير أنه عم بيروحوا علامات. آخر يعني أنا هون السؤال موجود والإجابة أمام. تماما. يعني تماما، فقط أني اختار الإجابة الصحيحة. عدة إيجابيات لهذه المسألة. تماما. الدقة في الحصول على علامة. صحيح. الطالب. صحيح. يعني التصحيح إلكتروني راح يكون بالضبط، وبالتالي الطالب سيحصل على حقه دون زيادة ودون نقصان ودون خطأ. صحيح.
مهما كان عدد الطلاب كبير ومهما كانت الأوراق الإيجابية كثيرة، فالتصحيح سيكون بوقت قياسي. التوفير في العملية الامتحانية في التصحيح، يعني سيكون هنالك توفير في جهد التصحيح في الأوراق، يعني هذه الورقة من 16 صفحة ورقة الرياضيات، بينما ورقة الأتمتية صفحة واحدة. صحيح. أجور التصحيح يعني هو ما في مصححين وإنما التصحيح إلكتروني، فإيجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها. يعني هي أهم ما في الموضوع أن الطالب يحصل على حقه بالضبط وعلى العلامة الثانية، يعني الدقيقة إذا أردنا القول بإجراءات التصحيح تماما، وهي مريحة أيضا للمعلم. يعني المعلم وفرنا بمسألة التصحيح بشكل كبير. صحيح. جدا. تمام. جهد ووقت إن شاء الله تعمم على جميع المناهج وفعلا على طول تجربة المرحلة الانتقالية والشهادات. بس ست شروق هذا فيما يتعلق بمادة الجغرافيا. تماما. إذا بتسمحي لي أحكي عن بقية المواد. تفضل. هذا بهم الطالب طبعا. تمام. هلا بقية المواد هنالك ورقة إيجابية ورقة إيجابية تقليدية لكل مادة ورقة خاصة بها في معظم المواد. عندي مواد الرياضيات، الفيزياء، اللغات الإنجليزي والفرنسي والروسي، عندي التربية الوطنية والتربية الدينية، هذه المواد لها أوراق. صحيح. خاصة، وأي مادة لها ورقة خاصة مدون على الورقة، مثلا خاص بالرياضيات. تمام. خاص بالفيزياء. بالضبط. وأول ما أستلم ورقة الإجابة علي أن أنتبه إلى موضوع الختم الموجود على ورقة الإجابة، ختم دورة 2023. تمام. هذا الجزء مخصص لكتابة الاسم بالقلم الأزرق الناشف. تمام. بالقلم الأزرق الناشف نضغط شوي مشان مسألة هذه القسيمة المكربنة حتى يطبع الاسم على القسم المكربن. ما تبقى من القسيمة هذا خاص بعملية التصحيح ودوائر الامتحانات، لا يكتب الطالب إلا الاسم، رقم الاكتتاب، اسم الأم والمادة. هلا مادة الرياضيات ورقة الرياضيات 16 صفحة، هناك قسم للمسودة وقسم للمبيضة. فالمسودة لا يكتب عليها أي شيء ولا تصحح أبدا. لا تصحح. ممكن الطالب يستخدمها للتسويد. لا يجوز للطالب أن يستخدم أي لون غير اللون الأزرق. تماما. يعني بنفسجي، أحمر، أسود، وذلك لأنه هذه الألوان معتمدة في عملية التصحيح. تمام. يعني الأحمر والأسود والأخضر هذه ألوان يستخدمها المصححون والمدققون، وأي شيء مكتوب بغير اللون الأزرق لا يصحح. تمام. أي شيء مكتوب على المسودة لا يصحح. لا يجوز استخدام الماحي الكوركتر أثناء الامتحان. لا يجوز وضع أي عبارة أو إشارة على ورقة إجابة، وأي إشارة توضع لن تفسر إلا بأنها محاولة غش ومحاولة تعليم بالورقة، وتعرض الطالب للعقوبات. أستاذ محمد، بس في معنى استفسار على صفحة الفيسبوك. نعم. عم تقول الصبية الجغرافيا أدبي ساعتين ونصف ولا ساعة ونصف؟ لا، ساعة ونصف. ساعة ونصف. تم تعديل الوقت لساعة ونصف لأنها. تمام. كما ذكرت أتمتي غير السابق، رسم خريطة وكتاب كذا، صارت أسهل الأسئلة موضوعية. تم اختيار متعدد. تم صدور قرار من وزارة التربية بتعديل مدة الامتحان من ساعتين ونص إلى ساعة. طيب أستاذ محمد، يعني معلش هيك بدنا نسأل إنه شو سبب اختيار مادة الجغرافيا للخضوع لهي التجربة؟ يعني كونها مادة أدبية وهي أسهل موادها وموضوعاتها مناسبة للاختيار من متعدد. في عنا الفلسفة، في عنا التاريخ الوطنية، يعني في عنا كمان مواد فعلا بحاجة للأتمتة. إن شاء الله تنجح هاي التجربة. يعني اختارت وزارة التربية طبعا فريق مختص، يعني من الموجهين الاختصاصيين للمواد، واختار مادة الجغرافيا لتكون تجربة لهذا العام. تماما. خلونا بس زملائي جهزونا الاتصال في معنا. تمام. محمود من اللاذقية، أهلا وسهلا فيك. ألو، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيك، تفضل يا محمود. أول شيء كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة بدء الموسم الامتحاني للشهادات العامة وانتهاءه للصفوف الانتقالية. وانت بألف خير. أهلا وسهلا، تفضل معنا محمود من صف 10، تفضل.
انا بالصف العاشر. هلا هذيك السنه لما قدمت لامتحانات التعليم الاساسي شفنا الاسئله مثلا بتناسب كل المستويات وبتركز فيها مستويات ابداع وتحليل وتركيب. تمام. هلا نحن عندنا يعني بالصفوف الانتقاليه ما يعني عم بيبتعدوا شوي المدرسين عن مستويات العليا من التفكير، يعني حبذا لو تحتوي هاي الاسئله يكون في توجيه من مديريه الاشراف التربوي والامتحانات انه تكون الاسئله بالصفوف الانتقاليه تعتمد شوي على مستوى عالي. معناتها انت من المتفوقين يا محمود. شكرا. يعني وانا لي كمان مشاركه على الفضائيه التربويه بندوات تعليميه مع الدكتور مصطفى الحسون. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. طبعا متفوق يعني مطلب حق. صح. مطلب فعلاً. حق أن تراعي الأسئلة جميع المستويات. تماماً. يعني رائع، ويجب أن ينتبه هذا المشرف التربوي أو المشرف الاختصاصي لهذا الموضوع. تماماً. أكيد يعني نفخر نحن بآراء طلابنا فعلاً، أنه دائماً حريصين أنه يكون في عنا تميز بالأسئلة لازم يكون حتى يتميز المتميز. لازم تماماً. يكون في سؤال للمتميزين بكل أسئلة امتحانات حتى يبين المتميز من الطالب العادي. طبعاً العلامة الكاملة لو فرضنا بالرياضيات يعني 600 يجب أن لا يحصل عليها إلا الطالب المتميز يعني. تمام. نعم. هذا الكلام سليم. تمام. يعني هلأ بدي من حضراتكم كلمة توجيهية أو نصائح توجيهية للأهل بالدرجة الأولى، لأنه هنن أكيد يعني الدائرة المتعبة حقا بهذا الموضوع، وخاصة قبل فترة الامتحانات، وأيضا للطلاب حتى يقدروا يتعاملوا مع هاي المرحلة بهدوء وسلامة لتحقيق نتائج إن شاء الله تامة. إذا فينا نقول نبدأ من عند حضرتك أستاذ محمد، تفضل. حقيقة إذا سمحتوا لي أنا بدي ركز على نقطتين أتوجه بالإرشاد أو النصيحة بهما. أولا عدم الإصغاء الالتفات إلى الشائعات التي تثار. تماماً. من سواء من تسليب أسئلة، سواء من معرفة الأسئلة قبل حدوثها، سواء من الأسئلة ستكون صعبة هذا العام أو الأسئلة ستكون يعني من الدروس الأخيرة أو كذا. لا، الأسئلة حقيقة هنالك آلية تعتمد في وضع وبناء نماذج الأسئلة. الأسئلة التي توضع هي شاملة لكافة المنهاج، وهي نماذج متعددة وضعها مختصون لكل مادة من المواد، ويتم اختيار نموذج بشكل عشوائي ليكون هو المعتمد، لا يراعى لا صعوبة ولا هو، هي أسئلة شاملة لمناهج الكتاب. إذن الابتعاد عن الشائعات التي تثار كل عام يعني ليس بجديد. تماماً. الأمر الثاني أن ننتبه قبل الذهاب إلى الامتحان للأشياء التي يجب أن تكون بحوزتنا، بطاقة الامتحان تكون في جيبنا، الأقلام اللازم بقلم الأزرق، وحبذا ناخذ قلمين معلش قلم احتياطي. تماما. الخروج باكرا، التاكد من خلو ملابسنا وخلو اشيائنا من اشياء ممنوع ادخالها الى المركز الامتحاني. تمام. من قصاصات وملخصات. صح. واكثر ما يجب ان ننتبه اليه هو الجوال. تماما. نخرج ونضع الجوال في البيت، لا يجوز ادخال الجوال الى المركز الامتحاني لا من قبل الطالب ولا. صحيح. من قبل اي شخص يدخل الامتحان، لا رئيس مركز، لا مراقب، لا زائر للمركز، لا تفتيش، لا الجوال يمنع إدخاله إلى المركز بشكل قاطع. وأي وجود لجوال مع طالب فهو وسيلة غش وستتخذ بحقه. نحن طبعا لا نهدد يعني لا نقول هذا الكلام، لكن هي التعليمات الوزارية المعترف من عليها من أجل الانتباه لأن لا نقع في مخالفة امتحانية. صحيح. تعرضنا للعقوبة ونحن بنكون عم ندرس ونتعب طول السنة. صحيح. يضيع جهدنا، خاصة أن وزارة التربية يعني هذا العام تم التجديد طبعا بالاتفاق مع وزارة العدل والجهات الأخرى، تم التجديد بموضوع الجوال. تماما. الجوال عقوبته هذا العام سنتان، مهما كان يعني مغلق ولو غير مستخدم يحرم الطالب دورتين امتحانيتين، وإذا كان متصل هنالك تحويل إلى القضاء للجهة المتصلة وللطالب الذي يتلقى الاتصال. أكيد. تفضل أستاذ وسال ولو بدقيقة. لا داعي للقلق، لا داعي للخوف، الأمور طبيعية سوف تمر بكل يسر وسلاسة. أيضا مثل ما حكى زميلنا أنه الابتعاد عن الشائعات، الابتعاد عن
التوقعات، الابتعاد عن التشتتات، المشتتات، لا نحمل الجوال معنا، أن نحضر قبل يوم إلى المركز الامتحاني ونتعرف عليه، لأن يعني لا يجوز دخول الطالب بعد الساعة 8 إذا دخل فهو أخر من الامتحان. الالتزام بالوقت المحدد، يعني هي أهم الأمور اللي ممكن، مع أطيب الأمنيات لطلابنا الأعزاء بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. ان شاء الله فعلا، وكل عام وانتم بخير وانت بالف خير. نتمنى فعلا النجاح لطلابنا بشكل عام في كامل اراضي سوريا ان شاء الله. بدنا لهم التوفيق، وبدنا كمان نرسل تحيه للمعلمين والمدرسين، يعطيهم الف عافيه فعلا على الجهود المبذوله. وايضا بدنا نشكر وزاره التربيه ايضا على الجهود المبذوله. بدي اتشكركم ضيوفي الاكارم، الاستاذه وصال علي موجه تربوي، والاستاذ محمد صفيه رئيس دائره امتحان دمشق. شكرا جزيلا، يعطيكم الف عافيه. كل الشكر لكم. كل الشكر لكم قناة التربوية، الفريق الرائع المتميز المستنفر الذي يعمل كخليط نحل. الله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. شكرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون، إننا قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. قد سهرنا قد تعبنا، لكن أبدا ما مللنا ما مللنا. للأمام سائرون، للمعالي صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. الليل قمنا، ما وهمنا بل عزمنا، اجتهدنا الليل قمنا. على المكاري صابر، قمم الفخار صاعدون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. في الليالي أين كنا، سائلوه التقييم عنا. في الليالي أين كنا، سائلوا التقييم عنا. للفراش تاركون، للكتاب قارئون، ناجحون ناجحون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. ناجحون ناجحون، إننا لناجحون، اسمعوا يا حاضرون، إننا لناجحون. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، مكملين معكم بتغطيتنا الخاصة للامتحانات العامة وبالساعة المتبقية راح نضوي على موضوع التعامل مع ضغط الامتحان وتقديم الدعم النفسي للطلاب. ويجب ألا نغفل الجانب الجسدي، فالعقل السليم بالجسم السليم. طبعا اسمحوا لي رحب بضيوفي بالمرشدة النفسية إيمان القوصي، أهلا وسهلا فيك، يسعد لي أوقاتك. وأيضا الترحيب موصول للدكتور
براء لالا طبيب اختصاصي في الطب العام، لكن عندك اهتمامات بالتغذية. أهلا وسهلا فيكم، ما يسعد أوقاتكم. طبعا احنا بمرحلة هامة جدا وهي التحضير للامتحانات ما قبل الامتحان إذا فينا نقول. خلينا نبدأ بالجانب التغذوي، يعني نحن كثير نهتم بعد الجانب النفسي أنه في مرحلة تغذوية يجب الاهتمام فيها وخاصة من قبل الأم. هون ما هو النظام الغذائي السليم لطلابنا بهذه الفترة؟ يعطيك العافية أستاذ شروق. هلا بداية نحن بنعرف تغذية متوازنة تساوي جسم متوازن. تمام. فالأصل هو التوازن نحن بنقول. بالنسبة لفترة الامتحان نحن بحاجة لتغذية متوازنة. تمام. نحن بحاجة لرياضة. نحن بحاجة لراحة كافية ونركز على موضوع النوم. ممكن الضغط النفسي يزيد ساعات النوم، ولكن نحن بحاجة دائما لمعدل متوسط من النوم. الزيادة سيئة والنقصان سيء. نفس الشيء بالنسبة للتغذية. الدماغ هو مكون من دهون، من ماء، يحتاج لجلوكوز، يحتاج إلى فيتامينات ليقوم بالعمليات تبعه. فكمان أيضا الدماغ بحاجة للتوازن، بحاجة للنوم المتوازن، بحاجة للغذاء المتوازن، بحاجة للرياضة لنحسن نحن عملية وصول الغذاء، لأنه الدم هو اللي عم يوصل هالأمور هاي. تمام. رح نروح للجانب النفسي وهو فعلا جانب أيضا مهم جدا بهي المرحلة. الدعم النفسي لكثير منا يمكن ما دائما يعرف بشكل صحيح أو تفصيلي الدعم النفسي. ما هو الدعم النفسي؟ هل من جانب الأسرة أم من جانب الأقران أم من جانب المجتمع؟ لا، بشكل عام خلينا بس نعرف المشاهدين أنه هو الدعم النفسي هو مجموعة من العمليات اللي بيقوم فيها الشخص المختص لمساعدة هالطالب بشكل خاص، من أنه عم نحكي عن مرحلة امتحانات وهذا اللي بيهمنا هلأ. بيساعده على الشعور بالتحسن والاستمرارية في حياته اليومية، طبعا بيعزز من رفاهيته الاجتماعية وبيخفف من معاناته النفسية والاجتماعية. بهاي المرحلة كتير بظهر عليه أعراض التوتر والقلق، بحاجة للمساعدة والدعم. بالإضافة أنه كمان بيساعده على التعامل مع مشكلاته وقدر الإمكان إيجاد حلها. تماما. يعني نحن نقدر نقول أنه الدعم النفسي هو مهارة يمتلكها الأهل، يعني الأولياء، أو لا هي عملية تحفيز أو يمكن هيك مساعدة للطالب حتى يشعر بالأمان والراحة يمكن قبل الامتحان؟ هنا في شقين صراحة. هلأ الدعم النفسي بمفهومه الاختصاصي هو مهارة، والمهارة بالمفهوم العلمي هو إتقان العمل. تمام. فأنا لما بدي أدعم أي شخص نفسيا خاصة طالب لازم أنا أمتلك مجموعة من المهارات، وهي المهارات بتحتاج لتدريب وخبرة طويلة وتجارب. بصراحة هاي المهارات ما بنمتلكها إلا الاختصاصي النفسي، بده يكون عنده قدرة على التفهم، على التعاطف. تمام. قدرة على المشاركة الوجدانية طبعا، لكن ما بدنا ننسى أنه من جهة أخرى أنه الدعم النفسي ممكن يتقدم من جهة الأصدقاء، من جهة الأقران، في حال كان عندهم بوادر لهي المهارات. فممكن الطالب هو يلجأ لأي شخص من عائلته، ممكن لك أنا بحب أحكي مع رفيق لأنه بيعطيني ارتياح نفسي، فهو عم يفهم علي. هاي هون درجة التفهم والتقبل من الآخر، لكن بشكل أوضح ونحن لازم نرجع هذا الأمر للشخص الاختصاصي لأنه الأقدر على التعامل مع هاي الحالات والدعم الصحيح للطالب. تمام. طبعا الجانب النفسي لا يقل أهمية عن الجانب الجسدي. نعم صحيح. هون بهذا الموضوع يجب أن يكون الطالب معافى بحالة نفسية جيدة سليمة، أيضا بحالة جسدية سليمة. هون يمكن البرنامج الغذائي إذا فينا نوضح للمشاهدين عملية الراحة، تنظيم الوقت، تنظيم ساعات النوم، عدم السهر بشكل، عدم تناول يمكن المنبهات بشكل عشوائي. كل هاي الأمور وين نحن ممكن يعني نجدولها بأي، يعني إذا فينا نقول بأي جدول، بأي مسؤولية؟ مسؤولية مين؟ مسؤولية الطالب أم مسؤولية الأم؟ هلا اول شغله نحن ما فينا نقول هي مسؤوليه الاهل بالشكل المطلق ولا مسؤوليه الطالب. ما بدنا نحن نحمل طرف المسؤوليه بيصير الطرف الثاني عديم المسؤوليه. تماما. تمام. وهذا الشيء ممكن عم يولد ضغط على طلابنا او على الاهل. بالضبط. فدائما لازم تكون المسؤوليه مقسمه أو اكيد مشتركة. الانسه بتوافقني بهالشيء، هذا لازم تكون المسؤوليه مقسمه، لانه نحط المسؤوليه كلها على الطالب حينضغط
وعم تمام. نشوف حالات بالضبط. القلق عم نشوف صحيح. حالات الحالات مثلا الطبية، مثلا طالب بيدوخ، طالب بيفقد وعيه من ضغط الامتحان، طالب بيصيبه حالة كولون عصبي من توتر الامتحان، توتر فترة الامتحان. فهالمشاكل هي كمان يعني بالمقابل بيكون في عنا طالب مو مهتم للدراسة كلياتها، أهله لاحقينه، تلاقي الأهل دائما متوترين، دائما لاحقين ابنهم. فلازم نحن نقسم المسؤولية هي بداية. اثنين، الجانب النفسي، دائما النفسية بتأثر على الجهاز العصبي، والجهاز العصبي بيأثر على الجسم بالشكل العام. فالدعم النفسي مهم، تمام، الدعم الجسدي مهم، الواحد بيناتهم لحاله ما بيمشي الحال، الاثنين لازم يكونوا موجودين. تمام. فبالنسبة لموضوع الدعم الجسدي بداية، أمهاتنا الكرام هن أكيد بيهتموا بأولادهم خصوصا فترة الامتحان. لازم الطلاب بيطلعوا لجانب شوي هيك جانب المشرق من الموضوع، أنه بفترة الامتحانات عم يكون عندهم خدمة 100% كاس الماء توصلوا الطالب اللي عنده على تماما، وهذا شعور حلو يعني تماماً. الكل نحن عشنا بهاي المرحلة، تظهر في دلال الطلاب على الأهل. تماما تظهر، لازم يتطلعوا لجانب المشرق شوي. صحيح. تمام. هلأ بنحكي نحن بالاحتياجات. أول شغلة بدنا ننبه عليها كتير منيح، أنه دائماً منوصي الطالب سواء كان عم يدرس أو عم يتلقى درس أو عم يقرأ شيء معين، دائماً يخلي المي معه دائماً موجودة. ببعض الأوقات لما الشخص يركز أو الطالب يركز بدرسه أو بالشيء اللي عم يدرسه، ممكن أنه يصير عنده حالة نقص سوائل بالجسم. تماماً. فما عاد يحس على حاله أنه هو في نقص سوائل بالجسم. تمام. فنقص السوائل ولو بواحد بالمية ممكن يأثر على وظائف الدماغ مباشرة. تمام. يعني ما رح يعطي الدماغ عنا، نحن ما رح يعطي كفاءة 100%. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه دائما لازم ياخد كفايته من الماء وزيادة شوي، وخصوصا انه هلأ نحن جايين على فترة جو صيفي، فالجو بيكون حار، فإجباري إحنا لازم نعوض سوائل. هاي بالنسبة للماء لازم دائما ننتبه على الموضوع هذا. تمام. بس بدي أعقب على هي شغلة الماء، إنه بنصح كل طلابنا لما بروح القاعات الامتحانية كل طالب يأخذ معه قنينة مي، فهو نعم صحيح. لأنه علميا أثبتوا إنه شرب الماء بيساعد على تركيز الطالب واسترجاع المعلومات، وهذا كتير أمر مهم ويعني ضروري الأهل ينتبهوا لهذا. تمام. دائما يبعثوا معه قنينة مي. تمام. يعني حلوة التشاركية، وخلينا كمان نشرك معنا يعني ناس معنيين بهذا الموضوع أيضا من المجتمع المحلي. خلعنا اتصال زملاء استطلاع. طيب خلينا نروح لاستطلاع نشوف كمان آراء الناس فيه ونرجع حتى نتابع الندوة. تفضلوا. شو السبيل لنساعد الطالب ليتخلص من الضغوطات النفسية اللي بمر فيها خلال فترة الامتحانات؟ والله يعني بتبدأ القصة من عند الأهل. الأهل مفترض أنه يكونوا أكبر يعني مساعد للطفل أو للطالب أو للتلميذ لحتى هو ما يمرق بهي المرحلة من الضغوطات، يعني يكونوا إن يعني المتنفس الأول له. اثنين يعني نساعده شوي قدر الإمكان بعدم الضغط عليه أنه كل شوي قوم دروس، قوم كمل، قوم كذا وما لحقت. هدول كلمات بتعمل شغلة عكسية للطالب، وبظن يعني أنه نحن إذا استبدلناهم بكلمات أفضل، نقوم ريح شوي، قوم استفيد من القعدة معنا 5 دقائق، ربع ساعة، تعال نطلع هالمشوار، يعني هي بتكون متنفس أقل ضغط من يلي نحنا ممكن نعمله فيه بالقصة السلبية اللي قلت لك عنها. أكيد الضغوطات كبيرة هلا، وخاصة إنه المنهاج هلا عن جديد إنه صار كتير مكثف. إذا عم تنتبه، أنا هلا بنتي طالبة صف سادس وأنا عم بنتبه على كثافة المنهاج عنده بشكل مو طبيعي. هلا تخيلي أنت مثلا لمستوى مادة واحدة عم بيكون أكثر من 21 درس خلال أسبوع لازم تكوني أنت بباصمتي، والمادة أنا عم بحكي فما بالك 13 مادة. هلا كان في شوية ضغوطات بس الحمد لله الطلاب قدروا يتجاوزوا هاي المرحلة، و يعني قدرنا نوصل لهي المرحلة بالذات. يعني إن شاء الله بيكفوا على آخر شيء ونقدر نوصل ونفوز ونرفع اسم البلد، نرفع اسم المدرسة. هلا هي بشكل عام الامتحانات بتعمل ضغط للطالب، إن كانت بفترة مراجعة أو فترة امتحانات للي يقدم نهاية الفاينل تبعه، خصوصي هلا بهذا الوقت بسبب إنه شوي في ضغوطات اقتصادية، ضغوطات كهرباء، الواحد طالب ما بيلحق إنه بده يوصل على البيت يبلش دراسة، بتكون قطعت الكهرباء ما ضل في ضوء. فهذا السبب أكثر شيء بيأثر علينا أنه يكون في ضغط للطالب ما يلحق دراسته ولا يلحق بشكل عام حياته الاجتماعية.
يعني طبعا ضغوطات نفسية، ضغوطات معنوية، كل الشغلات، الوضع بالبيت تبع الإنسان بخلي شوي، والظروف الممكن المعيشية اللي عايش فيها الطالب كله بتأثر عليه. نعمل له جو، نعمل له إنه شغلات يحبها مشان يتقبل إنه يدرس، إنه يصير متفوق، إنه لما يفوت على الامتحان يكون مبسوط مو خايف. أول شيء الله يوفق أولادنا كلياتهم على امتداد مساحة الوطن. الحقيقة هذا مخرج وزارتنا ومخرج عمل الطالب بأوقات كتير عاد درس فيها وسهر وقدم أقصى ما عنده. أما أنه يتوتر فهذا الشيء طبيعي، أما أنه يبالغ بالتوتر فهذا الشيء اللي إحنا بنقول له يا الله يرضى عليك، طلع بإيجابية للامتحان، حب ورقتك، اختبر حالك، خليها مثل لعبة عم تلعبها على بلاي ستيشن، أو أنه أنت بعد شوي بدك تتحدى حالك حتصل لتقطع المراحل. أول شيء راحة الأهل، يعني الأهل لازم يريحوا الطالب، ما يضغطوا نفسيا، ما يجبروا على الدراسة قسر، يعني بالتوجيهات المنزلية لازم هيك يساهموا فيه. يعني كمية الدعم النفسي يمكن والمعنوي لطلابنا عم تجي فعلا من الأهل، صار عنا دائما هيك انفتاح أو راحة نفسية، أو حتى يعني صار نوعية من الثقافة، ثقافة التعامل مع الطالب، تفهمه، استيعابه. هون بدنا نحكي أكثر عن الدعم المعنوي للأهل فعلا، حتى الأقران، يعني الأقران أيضا بيلعبوا دور كتير كبير بتقديم هذا الدعم، يمكن بالمشورة، باحتواء هذا الشخص، وخاصة بالشهادات الثانوية والإعدادية. تمام. هلأ بس في ملاحظة مهمة، أنه في أهالي كتير عندهم مبالغات مفرطة بالقلق. تمام. والطالب فورا يعني أي سلوك أو أي أفكار أو أي مشاعر بتصدر من الأهل تنتقل تلقائيا للطالب، فقديه بده يكون ولي الأمر حريص أنه ما يظهر هاي الانفعالات، حتى لو كان هو شخص قلق يكون عنده ضبط انفعالي لحتى ما تنتقل للطفل، لأنه طالما أو الطالب أو المراهق، ففي حال انتقلت له هو ما بقى عنده ثقة بنفسه، هاي أولا، تراجع دراسيا وتحصيليا، وما بقى عنده القدرة حتى يتعامل مع الامتحان والتحضير له. فهون بيظهر أهمية الدعم النفسي للأهل من خلال ندوات أو تواصل مع الأهل بشكل دائم، ممكن من خلال لقاء المرشد النفسي ضمن المدرسة والتواصل مع الأهل، زياراتهم. تماما. من خلال عقد مجالس أولياء الأمور بنتعرف فيها على طبيعة الأهل، على معظم المشكلات اللي بيعانوا منها هن كأهل واللي بيعانوا منها كطلاب، لحتى نوجد أكبر قدر من الحلول الممكنة المساعدة على حل هاي المشاكل. تماما. يعني وهذا فعلا دعم مو بس نفسي، أيضا فينا نعززه بالدعم الجسدي التغذوي، إذا يمكن قدرنا نقول أنه الأم هم بهي المرحلة بتكون مجندة فعلا لراحة أبنائها بخلق جو من التغذية الصحية، يمكن بوجبات صحية، في جدول ممنوعات، في جدول مسموح للتناول. خلينا نحكي عن أهم العناصر اللي فعلا بتساعد الطالب على قدرة التركيز، الانتباه، يمكن النشاط إذا فينا نقول، والشغلات اللي ممكن تعيق هاي الأمور، يعني مسموح وممنوع. تمام. هلأ أنا بس بدي أعقب على شغلي قبل ما أجاوب على السؤال. في أخ حكى قبل شوي أنه الامتحانات صعبة، المادة صعبة، أنه لازم نحن نجمع المادة صحيح. بعدد أيام معين. بصراحة يعني هاي هي عملية التعلم، يعني فنحن ما بنقدر نميز بين الطالب الوسط الجيد المجتهد المتميز إلا بهالطريقة هاي. تمام. فهذا شيء طبيعي، ولكن اللي عم يفاقم هالأمر هاد هو جو التوتر. يعني نحن بنقول لأمهاتنا رجاءا أنه هن يعني يعملوا جو رعاية، بس ما يبالغوا مشان ما يصير جو توتر. تمام. ما يكون مفضل. هلأ من ناحية التغذوية، بداية مننبه على موضوع بعد الماء لازم يكون بكل وجبة في خضار. تمام. وخصوصا الخضار الخضراء،
الخضار الخضراء القيمة الغذائية تبعها بالمعادن بالفيتامينات مهمة جدا لخلايا الدماغ ولعمل الدماغ، بالإضافة للقيمة الموجودة فيها من الألياف. تمام. مشان نتجنب حالة الإمساك قدر الإمكان. تمام. حالة الإمساك ممكن تأثر على الجسد بشكل كامل، تعمل حالة عدم ارتياح للطالب، خصوصا إنه هو بده يكون خلال 3 أسابيع أو شهر بده يشتغل مثل نقول المنبه، يعني بده ينام بالوقت المحدد، يفيق بالوقت المحدد، يأكل بوقت محدد، يفوت على دراسته، فبدها تكون الفترة مضغوطة كتير أكتر من فترة الانقطاع بالنسبة لطلاب الشهادات. بداية منقول الخضار، لازم تكون بكل وجبة خضار. الوجبة بالشكل العام ما تكون تقيلة، ما يجمع الطالب أو الابن يجمع أكله بمثلا وجبتين يوميا يكونوا وجبات كبار، أو وجبة واحدة وجبة كبيرة، بيحاول يجزئهم على 3 وجبات، هذا الأفضل، 4 وجبات أفضل وأفضل، وتكون الوجبات متوسطة بحيث ما تعمل فينا نقول نحن بعد الطعام مباشرة تعمل تخمة. تمام، تعمل تخمة. الدوران الدموي كلياته بيتوجه لوين؟ للجهاز الهضمي عشان عملية الهضم. تمام. فبيصير في قصور على الجهاز العصبي اللي هو الدماغ. تمام. فنحن بننبه على الموضوع هذا. أيضا المحتوى من الفيتامينات، الفيتامينات بشكل أساسي أفضل مصدر لها هي الفواكه، يعني نحن يوميا باليوم كلياته بدنا فواكه بحجم قبضتي اليد هيك بهالطريقة هي، تفاح، موز، المتوافر اللي هو المتوافر أفضل حل. أيضا ما بننسى البروتينات، اللحوم لو ما كان في بالإمكان يوميا اللحوم، نحن بنصعد عن اللحوم بالبقوليات. تمام. ولكن البقوليات ما نفرط فيها كتير لأنه ممكن تحرك عندي أو تحرض كولون عصبي. تمام. فما نفرط فيها كتير، بالإضافة للماء مثل ما حكينا، والدسم النافعة منقول نحن الدسم غير المشبعة. تمام. اللي بتكون موجودة أشهر بزيت السمك اللي نحن بنعرفه شائع الأوميجا 3. تمام. هلأ أنا كمان في شغلة يعني أنه بلاحظة كتير عند الأهالي خاصة الأمهات، يعني من ناحية الاهتمام الزائد بأبنائهم، أنه مثل ما قال الدكتور أنه بيعملون وجبات دسمة دائما، أنه بده يعطون غذاء لحتى يعرفوا درسه، لكن هن بصراحة بهذا الأمر عم يضرون شوي، بده يكون الأكل متوازن حتى لو كان دسم، لأنه مثل ما تفضل الدكتور لما بتكون الوجبة دسمة جدا فهي معظم عمليات الهضم عم تستهلك الأكسجين، والأكسجين هيك ما بقى يستفيد الدماغ منه، فبصير عنده نوع من الخمول وعدم تركيز وخمول وعدم قدرة على ممارسة عملية الدراسة. تمام. وخاصة أنه عدم التركيز، حضرتك ذكرتي هذا الموضوع الهام جدا واللي بيقلق فعلا الأهل بهي المرحلة، أنه ابني ما عم يقدر يركز، ابني مثلا حافظ لكن بفترة معينة نسي كل شيء حافظه، يعني عملية نسيان، هون ببلش الخوف، التوتر، القلق، التفكير الزائد بهي المرحلة. سبب النسيان المعلومات شو هو؟ هلا بداية هلا للنسيان له كتير أسباب، لكن ممكن يكون من أهمها هو ضعف التركيز، يعني لما طالب نحن بداية العام الدراسي بدنا نعلمه الأساليب الصحيحة بالدراسة، بده يكون عنا مجموعة من الخطوات 1 2 3 4، بده يكون عنا قراءة أولية للمادة الدرسية، بده يكون عنا العامل المهم اللي هو الفهم مع الحفظ، فهم مع حفظ يساوي تركيز، انا حفظت وما فهمت ما يصير عندي تركيز. طيب شو رايك هذا اكبر عامل يعني ممكن بطل. طيب شو رايك ناخذ حاله حيه فعلا معنا على الهواء مباشره؟ طبعا. معنا تميم من درعا. تنسى يا تميم وهي ايه ليش شو السبب؟ يعني بحصل الفقره برجع بعد شويه ليه بلاقيني ناسيه شيء ولا متذكرون شيء. طيب انت عم تدرس بتركيز في آلية للحفظ، يعني مو بس الواحد انه يجيب هذا الكتاب يقرأ المعلومة وخلاص، في آلية الكتابة، في آلية المراجعة، يعني عم تستخدم هاي الآليات؟ لا بكتب الكتابة، يعني بحفظ وبكتب كتابة. حلو. بعيد أكثر من مرة. طيب يعني بتخاف انت من الامتحان؟ بتخاف؟ يعني حتى ما بخاف من الامتحان بعدين قرب يعني توتر، يعني عايش بتوتر. طب ممكن يكون طريقته لأسلوب الدراسة يكون في ثغرة، يعني بتشعر هيك برهاب بخوف من الامتحان كثير؟ طيب هلأ هيك رح نخفف من هاي الحدة بالتوتر، ورح الأخصائية النفسية رح تعطيك طريقة لحتى تقدر تحفظ بشكل بسيط وما تنسى وتركز معلوماتك. خليك معنا.
يعني هدول النوعيات فعلا او النماذج من الطلاب كثير بيعانوا على فكره، حتى لو ان كان يمكن دارس ومعلوماته كافيه للتقدم للامتحان، لكن بيعيش بهي الحاله، وهي الحاله فعلا هي جدا جدا سيئه للطالب بمرحله ما قبل الامتحان. تمام، هلا هاي المرحله من الا مرحله قلق الامتحان اللي هي قبل الامتحان ما يبدا بشوي، يمكن يكون الطالب عنده اسلوب دراسه صحيح، ممكن يكون عامل برامج دراسية، لكن الحالة النفسية دائما هي اللي بتأثر على الطالب. طالما هو ما عنده ارتياح نفسي، ما عنده تقبل لعملية الامتحان، الخوف وأفكاره المسبقة عن موضوع الامتحان بأنه هو عم يهدد بناء شخصيته، أنه هو البعبع اللي عم يستناه من بعيد، فكل هاي المخاوف ممكن تشكل عنده حجرة ما بيقدر يتخطاها، وبترجعه لورا خطوات السليمة والإيجابية اللي كان عم يعملها من قبل. يعني هو بضمن هاي المرحلة اللي هي القلق تراجع خطوات لورا. فلهيك دائما نحن ننصح طلابنا لتجاوز قلق الامتحان، نحن ما بنصل لمرحلة قلق الامتحان. تمام. دائما لازم يكون عندنا برامج إرشادية وتوعوية تبدأ منذ بداية العام الدراسي. تمام. منشبك فيها جميع الأطراف، بين الطالب، الأسرة، المدرسة، الطالب، بنعمل له برامج إرشادية توعوية، مثل ما بتعرفي حضرتك دور المرشد النفسي بده يكون نمائي ووقائي وعلاجي. تمام. نحن بنعمل على اكتشاف مواهب وميول وقدرات الطالب، نعمل على تنميتها، وممكن وقائي ضمن هاي الموضوعات اللي بنناقشها مع الطالب لحتى نحن نعمل له حاجز وقاية قبل ما توقع المشكلة، مثل مشكلة موقف قلق الامتحان، ممكن نحن نعرف لهم اياه، نفصل لهم اياه، نحدد لهم شو اسبابه، شو اعراضه، كيف نحن ممكن الاجراءات الواجب اتباعها لحتى نحن نتجنب قلق الامتحان. تماما. واذا وقعت المشكلة فعلا مثل ما صاحب الاتصال عم يقول، وقتها بيصير في عنا برامج علاجية لازم نتبعها لحتى نحد من قلق الامتحان بقدر الامكان. طبعا في عنا مثل ما قلنا نشبك مع المدرسة، مع اللي بده يكون عنده برامج دراسية، دراسة منتظمة، اسلوب دراسي منتظم، بده يكون عنده قدرة على تنظيم وقته. اذا ما قدر نظم وقته الطالب ضوع كتير من الوقت اللازم للدراسة، هذا بيعمله ضغط نفسي وقلق وتوتر. هلا التراكمات القلق عم تعمل عنده هالة او خوف غير مبرر، انه انا خاصة لما بيكون عنده تراكم دراسي ما بقى يقدر يعوض التقصير اللي حاصل عنده، فبحس كأنه في جبل او شيء على اكتافه، فعلا ما حسمان هو انه يعوض هذا التقصير، قد ايه بيعمل له مشاكل نفسية واضطرابات وعقد، يمكن تتحول لاضطرابات عالية المستوى وتعيقه عن التكيف مع الموقف الامتحاني. لهيك دائما انا بنصحهم للطلاب عيشوا حالة الاسترخاء، التأمل بعمق خلال فترة الامتحان، كتير هذا الأمر بيفيدهم، ينظموا وقتهم بشكل صحيح، تنظيم فعلا دراسة صحيح، يتابعوا المنهاج، يمارسوا رياضة، كتير مهمة الرياضة لأنه بتعطيهم نوع من النشاط، بتعطيهم طاقة إيجابية. ما بدنا ننسى من الناحية العلمية أنه الرياضة تساعد على إفراز هرمون الأندروفين، هو هرمون السعادة، بيعطي شعور بالارتياح والسعادة، وهذا هو شعور الارتياح اللي بحاجة إلى الطالب. تمام. بهذا يعني الوقت. الناحية النفسية رح ننتقل للناحية الطبية أو التغذوية أيضا، يمكن الغذاء بيلعب دور بتنشيط الذاكرة. نعم. دكتور يعني كتير مثل ما ذكر المتصل بيعانوا من هذا الموضوع، ضعف نعم، حالة التغذية بتلعب دور، بس بصراحة الحالة النفسية إلى الدور الأكبر. تماما. يعني نحن اللي عنده سوء تغذية ما بيبين عليه إلا لبعد فترة، يعني مو مباشرة أنا إذا قطعت الأكل يوم أو يومين فورا أنا حيبين عليه، أو إذا صار عندي سوء تغذية ليوم أو يومين حيبين عليه مباشرة. هلأ في بس تعقيب صغير على الموضوع النفسي، إنه نحن ممكن هذا الطالب يلي اتصل حاليا وعرض مشكلته، تمام، ممكن نحن بمجتمعنا عم نتعامل مع الموضوع بطريقة خاطئة شوي، صحيح، إنه نحن عم نعامل الامتحان على إنه هو مصير الحياة كلياته، إنه أكونه أو لا أكون، صح. هو بصراحة يعني هذا المفهوم موجود بمجتمعنا، هو تحديد مستقبل، يعني تحديد مستقبل، يعني هلا نحن بنقول تحديد مستقبل بس ما منضخم الموضوع لدرجة انه اذا هذا الطالب اخفق بامتحان معين بالضبط. اللي هو مرحلة صغيرة من مراحل حياته بيحس حاله خسر كل شيء، فنحن لازم نخفف هالهالة هي،
تمام. هو صح هيحدد اختصاص جامعي ولكن ما راح يحدد حياة. تماما صراحة. طيب تماماً يعني الأهل بيلجأوا لنوع من الأغذية دكتور يعني عم بيحاولوا أنه يمكن أدوية نوع من الأدوية أنه يأثروا على أولادهم فيها من باب أنه يقووا الذاكرة أنه ينشطوا الذاكرة يعني نشاط بدني يمكن قلة تركيز يعني ما يكون في قلة تركيز أو قلة انتباه فعلا هل يوجد من الناحية العلمية الطبية أنواع من الأدوية تساعد على هذا الموضوع؟ يعني يجب يمكن التواصل مع الأهل بشكل مباشر حتى يقدروا يميزوا بهذا الشكل. تمام. هلا الأغذية أو خلينا نقول المتممات الغذائية الدوائية جيدة، ما بنقول سيئة. المتممات غير المتممات الأدوية اللي عم يستخدموها. تمام. الأدوية هلا في دواء يستخدم لهالحالة هي، هو دواء مستحضر دوائي اسمه جينكو بيلوبا، هو عبارة عن موسع وعائي بيزيد تدفق الدم للدماغ. هلا ممكن نحن نلجأ له، وممكن إذا ما بدنا نلجأ له فينا نستعيض عن الدواء بالرياضة. الرياضة بتحسن الدورة الدموية، ولكن نحن خلال فترة الامتحان دائما بنوصي بالرياضة اللي بتكون متوسطة، يعني ما تكون رياضة مجهدة لدرجة انه بيلعب رياضة بيمارس رياضة بساعة من يومه بيرجع بينام بتزيد ساعات نومه. تمام. فنحن هون بنقول الرياضة المتوسطة، يعني ممكن رياضة الركض يوميا لمدة ربع ساعة او المشي لمدة ساعة لازم تكون موجودة. وهي الشغلة كتير ننبه الاهالي عليها، انه بس يبلش الامتحان بيقفلوا الباب على اولادهم. تمام. لا ممنوع لازم لازم يحرك جسمه. موضوع الرياضة مثل ما تفضلت الأنسة، في عنا هرمون اسمه الاندروفين، هذا أحد هرمونات السعادة، يساعد على الاسترخاء. لما بتتقلص العضلات تمام بتولد شوي شعور من الألم ولكن شعور خفيف، فلما يتولد شعور الألم يفرز الجسم هذا الهرمون، هو مثل رد فعل كمسكن داخلي، مسكن ألم داخلي. فنحن دائما للرياضة لأيام مرتبطة بالعمل النفسي لهالسبب هذا. تمام. يعني ومن الحالات اللي ذكرها الدكتور أيضا أنه في ناس بتقفل على أولادها، فعلا في ناس ما عاد تستقبل زيارات يمكن عائلية أو اجتماعات، أو ما عاد يقدروا يطلعوا يخالطوا الناس بطريقة أنه خلاص يتقوقعوا هن وأولادهم بالبيت. لا لازم تكون موجودة القوقعة، بس يعني بحيث أنه مو لهالدرجة، مو لهالدرجة العزل الاجتماعي. هون يمكن يجي الرعب، الرعب من الامتحان، أنه فعلا الأهل عم يخلقوا هالة كثير كبيرة لهذا الموضوع، بحيث أنه الطالب هون بيقدر يفسر من هذا الجو المشحون انه في رهاب للامتحان، الامتحان شغله يعني كانت نتائج هذا الامر عكسيه وسلبيه على الطالب، هي ما لها نتائج ايجابيه. يعني هون احيانا التوتر النفسي بيؤدي للامراض، بعض الامراض الجسديه اذا فينا نقول، خلينا نروح للجانب النفسي. هون النفسيه ممكن يعمل اكتئاب، يمكن يعمل عزله، ممكن يعمل يمكن حده بالتعامل عدائية للطالب. هاي ردات فعل جسم من ناحية، من ناحية النفسية، من ناحية الجسدية، من ناحية المعرفية. طبعا هاي ردات الفعل دائما بتصدر لما بيكون الأمر سلبي، لا هو معنو إيجابي بالمعنى الصحيح. بالضبط. خاصة لما بيمارسوا الأهل عملية ضغط على الطالب أو حصره بمثل ما قلتوا بقوقعة أو بعزلة اجتماعية. طبعا نحن هون قدرة وحكمة ومرونة الأهل تلعب دور كتير كبير بتفهم الطالب للموقف الامتحاني ومرور المرور السليم فيه والوصول على النتائج والدرجات. طالما الأهل مثل ما قلنا أول شيء إذا كان عنده ردود فعل سلبية حتنتقل للطلاب. أنا مثلا حطيت أبنائي بهالغرفة مثلا أو بهالبيت قفلت عليهم، معناها أنا عزلتهم اجتماعيا عن العالم وعن ممارسة حياتهم الاجتماعية. طبعا نحن موقف امتحاني هو مواقف الحياة، مواقف الحياة لا تنتهي، لكن نحن نعرف نتعامل مع هذا الموقف بكل حكمة ومرونة. فكل ما كان الضغط، موضوع الضغط النفسي كبير على الأبناء أو الطلاب، نتجد عنه ردود فعل فعلا ممكن تكون سلوكية، ممكن تؤدي إلى نوع من العزلة الاجتماعية، الخجل. ممكن تؤدي إلى اضطرابات نفسية، قلق، قلة نوم، ممكن أرق، ممكن عند الأطفال تبول لا إرادي، ممكن يحدث هذا الأمر. هو عم يخاف، زادت عنده حدة القلق. هلأ نحن متفقين أنه الخوف والقلق هو أمر طبيعي.
طالما هو في حدود الطبيعية. يعني كل إنسان هو هذا شعور من أنواع الشعور لدى الإنسان. تمام. لكن كل شيء بيزيد عن حده فهو هو أمر غير مقبول أبدا. تمام. وطالما طلع عن الحد شعور القلق أو الخوف فهو هون عم يعطل أداء الطالب عن عملية الإنجاز والتحصيل الدراسي. بالضبط. يعني هذا يمكن من أكثر يعني السلوكيات اللي إحنا بنشوفها. نعم. السلوكيات الخاطئة عند الطلاب أو حتى الأهل. يعني الأهل ممكن هنن بأسلوبهم أو بشدة الحرص تبعهم بيزيدوا من هاي السلوكيات للأسف الخاطئة على الطلاب وبيأثروا عليهم بشكل لكن سلبي. الأمر له وجه آخر كمان. نحن أكيد ما بدنا عزلة اجتماعية لأنه خاطئة 100%. بالضبط. لكن بده يكون في لدى المجتمع عنا نوع من اللباقة الاجتماعية. تمام. يعني أنا لما بدي أعرف أنه عند ابني أو عند ابن جارتي أو كذا عندهم أطفال أو طلاب عم يمرقوا فترة امتحان، أنا من حالي يعني المفروض أنه خفف من لقاءات الاجتماعية من زياراتي. تماما. لأنه في أنواع من الطلاب لما بيشوفوا ضيف فايت هذا بيسبب لهم نوع من التوتر، خاصة الطلاب المتفوقين. بيحسوا أنه هو في حدا حيفوت يشوش يعني راح عدد من الوقت المخصص لهذا الموضوع عليهم ويفقدهم تركيزهم وانتباههم. ونوع آخر من الطلاب أنه هم مستنيين حجة لحتى بقى يطلعوا من جو الدراسة. تمام. ويطلع من جو الدراسة ويلتهم. تمام. يمكن مثل ما حكينا أنه تأثير النفسي على الطالب إن كان يعني العادات والسلوكيات اللي ذكرناها أيضا بيأثر من الناحية الصحية، تلبك معوي، يمكن استفراغ، إقياء، غثيان، دوخة. كثير من الطلاب بيعيشوا هاي الحالة. هل هي فعلا حالة مرضية أم هي حالة نفسية فقط؟ هلا تعتبر حالة مرضية. ليش؟ النفسية أو الجانب النفسي بيأثر على الجهاز العصبي والعكس صحيح. تمام. الجهاز العصبي بدوره، في عنا جهاز عصبي إرادي ولا إرادي. اللا إرادي هو عم يتحكم بأجهزة الجسم. بالضبط. يعني أشهر شيء منقول حركة القلب، نبض القلب بشكل لا إرادي. جهاز الهضم، عملية الهضم كلياتها بتتم بشكل لا إرادي، أنا غير مسؤول عنها إراديا. فهون بيصير في عنا نحنا بلش القلق، بلش الخفقان، التوترات هي اللي بيفوت على قاعة الامتحان بنسمع نقول بيقول قلبي بلش يخفق، بلش يضرب بسرعة، وقف قلبي، أو أي بيعبروا عنا بيوقف قلبي. تمام. بيصير عنا ممكن أشهر شيء الكولون العصبي خلال فترة هالتوتر هاي. تمام. الكولون العصبي اللي هو حالة، الحالة النفسية أثرت على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي أثر على عملية الهضم، عمل لي حالة تشنج ضمن الأمعاء. تمام. حالة التشنج حتعمل لي ركودة طعامية، هيوقف الأكل، هيعمل لي حالة من التخمة، حالة من الانزعاج البطني. تمام. وممكن تصير نوبات مؤلمة جدا. فهذا الموضوع بيعيق كمان العملية، يعيق العملية التعليمية. تمام. فنحن لازم ننتبه للجانب النفسي. تمام. أيضا حكينا أنه لازم الخضار تكون موجودة بكل وجبة وخصوصا الخضراء لنزيد محتوى الألياف، وبالتالي بتزيد حركة الأغذية ضمن الأمعاء مشان ما يصير في عندي حالة تخمة. تمام. طب وفي مين من الطلاب يمكن بيأثر على نوعية يعني الطعام، القابلية للأكل؟ في طلاب خلاص بيصير عندهم قلة في الشهية مع الوقت، بيصير عندهم سوء تغذية أو سوء امتصاص. نعم. أو يعني إحدى الحالات المعروفة بالجهاز الهضمي هون، كيف ممكن نحن نداري هذا الموضوع؟ بصراحة بداية بدنا نداري العمل النفسي أول شيء. منداري العمل النفسي، منظبط التغذية. يعني ممكن نحن نعتمد تغذية مشتركة ما بين المستحضرات. تمام. نقول المتممات الغذائية والتغذية الطبيعية. تمام. الفرق بيناتهم مين أفضل؟ هلأ الاثنين تقريبا بنفس الجودة. تمام. ولكن الأفضل أنه يكون التغذية طبيعية. تمام. بسبب أنه أنا لما أخذ حبة فواكه حيكون فيها فيتامينات، سوائل، سكريات وألياف. تمام. فحيكون فيها أكثر من قيمة غذائية. أما لما أخذ الفيتامين هو فقط فيتامين عم يدخل جسمي. فينا نحن نعتمد هذا الجانب كمساعد، فينا نعتمد لحاله، هو إذا اعتمدنا لحاله ممكن يكون في حالة سوء تغذية. فينا نعتمد هيك وفينا نعتمد هيك، ما في مشكلة. الأفضل أنه نحن ننتبه للتغذية بالمقام الأول. تمام. ممكن أنه نصنع فيتامينات ببيتنا. تمام. القليل من المكسرات نطحنهم.
ممكن تكون حدا يقول انه المكسرات هلا غاليه بصراحه بنفس سعر المستحضرات او مقاربه يعني، فنحن نصنع الفيتامينات ببيتنا وما بناخذها من برا. شويه مكسرات نطحنهم نحطهم ضمن علبه اطرميز، ممكن نحفظهم بالبراد. تمام، هدول رح يكونوا مصدر فاتح شهيه، حيكون فيه مصدر للفيتامينات، بعض الفيتامينات اللي انا بحاجتها، حيكون فيه مصدر للاحماض الدسمه اللي انا بحاجتها، ممكن الاوميجا 3 6 9 الى ما هنالك. تمام. تعقيبا على هذا الامر كمان بيقولوا لنا انه الاسماك هي من اهم العناصر الغذائيه اللي بيساعد على زياده التركيز وانعدام تشتت الانتباه. لكن هلا مثل ما قال حضره الدكتور انه هلا غالي، فممكن نستفيد عنا دكتور بزيت السمك متوفر بالصيدليات. المهم انه القيمه الغذائيه الاوميجا 3 انه يحصل عليها الطالب، كثير فوائد عظيمه. نعم تمام. صحيح، بحيث انه يكون يعني جودته عالية. مش تمام بالضبط. طب خلينا نحكي عن قلق الامتحان عند الطلاب، ومنلاحظ انه هاي الحالة بتاخد ابعاد كبيرة ما بعد، حتى ما بعد الامتحانات. يعني الطالب هون بيعيش بشخصية قلقة ما أنا صحية ابدا، يعني لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الجسدية ايضا. هون ممكن هذا الشيء يستمر معه لبعد الامتحانات؟ لا، هو حيستمر معه فترة معينة، ما رح يستمر لبعدين، لأنه هي فترة من قضت طالما طلعت النتائج ومش الحال، خلص راحت حالة القلق عنده. تمام. فهاي المرحلة الانسحابية بعد الامتحان هي نتائج لما قبل الامتحان، طالما هو عنده كان قلق امتحاني، ضعف تركيز، توتر، تشتت انتباه، رح تنسحب معه هاي الأمور لبعد الامتحان، والندم انه ما درس بشكل كافي، انه مثلا في اسئله ما ركز عليها، وانه هون هذا العامل كثير بياثر عليه من الناحيه النفسيه، دائما هو عم يلوم نفسه. فهلا هي رح تنسحب معه لفتره بسيطه، بس بعدين بيقدر يتجاوزها. تمام. طيب في ممكن الطالب ياخذ مهدئات من نوع الأدوية مثلا؟ في كثير طلاب بتحب أو أهل بتقلك إنه ابني ما عم يقدر ينام إذا ما أخذ حبة منوم، أو إذا ما أخذ نوع من الأدوية المرخية يعني. طيب. هون هل هي فعلا إلى مضار؟ هلا أنا ما كتير بشجع بصراحة، لأنه في عنا بدائل طبيعية، زهورات، يانسون، مفعولة كتير كبير. ليه نحن نروح دائما للكيميكال وعنا الطبيعي؟ طبعا بغض النظر عن فوائدها ايجابياتها او سلبياتها، بس الاهل هون كمان يعني بده يكونوا كثير واعيين لهي الامور. طالما الطفل تعود على منبهات وعلى ادويه صناعيه، تمام، ما بقى يعيش من دونها، وبصير كل موقف هو بيتعرض له رح يرجع لهي المنبهات، رح يرجع لهي الادويه ولهي المهدئات النفسيه او اللي بتعطيه استرخاء. يمكن اعطانا جواب الدكتور براء بانه ممارسه الرياضه هي الحل الامثل لتخفيف التوتر والضغوط، يمكن الخوف، القلق، بالاضافه يمكن للمتممات الغذائيه. اذا ما قدر الطالب يحصل عليها من النظام الغذائي، بيقدر ياخذها من المتممات الغذائية. يمكن شو أفضل الرياضات إذا فينا نقول، أو النشاطات اللي بتخفف من أفضل النشاطات؟ نحن بنقول المشي، المشي السريع. تمام. أفضل النشاطات عندي هو نشاط خفيف بحيث ما بيرهق الجسم، بيكون متوسط، مش عم تزيد ساعات النوم، الإرهاق حيزيد ساعات النوم. ممكن لما يصير بحالة استرخاء وبده ينام فبيفقد تركيزه على الدراسة. تمام. ساعات النوم دائما نحن بنوصي فيها تكون ما بين 7 إلى 8 ساعات بحيث لا يزيدوا ولا ينقصوا. بالنسبة للدواء اللي ذكرته جينكو بيلوبا، ممكن نحن ناخده ونعتمده، ولكن يفضل انه نحن نعتمده ونبلش فيه قبل فترة الامتحان، لانه ممكن اول كم يوم نحن ناخد هذا الدواء يعمل حالة مثل وجع راس خفيف. تمام. بعد كم يوم بيتعود عليه الجسم وتمشي الامور يعني. ممكن استفسار دكتور عن هذا الدواء، هلا هو ما هو مهدئ، هو مجرد نوع متمم غذائي بس. تمام. حتى الاولياء الامور كثير يهتموا لهذا الامر، في فرق كثير مهم بين المنبهات، الادويه المنبهه، وبين المتممات الغذائيه اللي هي مفيده للطالب. نعم صحيح صحيح صح. تمام. هذا الموضوع فعلا كثير هو دواء عشبي، كثير سجال بيناتهم. نعم، هو مستخلص عشبي، يعني ما له دواء كيميائي، ما له دور مهدئ مثل ما حكت الأنسة، هو عبارة دواء بيحسن الدوران الدموي للدماغ.
ممكن نحن نستعيض عنه بالرياضة. لازم يكون في يوميا مشي، يعني الطالب باليوم اللي بيطلع فيه على مركز الامتحان يقدم الامتحان خلص مشي مارس الرياضة، بس بباقي الأيام حيظل محبوس بالبيت. بالضبط، فهذا الشيء يمكن ما نقدر نتخلص منه بسهولة. تمام. يعني تمام. أو ممكن يسجل بنادي قريب على بيته. تمام. بحيث يمارس نشاطات خفيفة ما تكون يعني مشي. شغلات هيك لطيفة أو يعني دائما اللي مرقت معنا حتى نحن لما كنا يمكن طلاب بهي المرحلة، أنه كل مثل ما بيسموها بالعامة كل نعس الدنيا إجاك وقت تمسك الكتاب. أما وقت تماما، اما وقت ما بيكون في عندك امتحان او دراسه انت صحيان 24 ساعه. طب هذا السبب عن جد ليه؟ هلا هذا شعور مكتسب صراحه، لانه طالما الطالب ما عنده الرغبه بالدراسه فهو ما بيلاقي وسيله ثانيه، بيكون فعلا عايش شعور الناس. تماما، لانه هو بده مهرب. يعني تماما مهرب، لانه هلا الانسان ما بحط فكره براسه، الانسان هو مثلث افكار مشاعر سلوك. طالما بحث الانسان فكره بعقله بتتولد عنده هالمشاعر، المشاعر بتتحول فورا للسلوك، فهو عنده افكار سلبيه مسبقه عن الدراسه وانه هو ملول جدا منها، خاصه اذا كان الاشخاص الملوله ما عنده قدره على الدراسه المستمره. بتحول هذا الشعور عنده بشعور انه بده اي وسيله لحتى يتهرب كمهرب يعني، فبترجم هذا للسلوك اللي هو النوم، واسهل طريقه هي طبعا للهروب. فعلا يعني دائما اكيد كلنا عشنا هذا أكيد. الموضوع. طيب هلا بما انه نحن بهي المرحله الحساسه فعلا، والطالب دائما بينتظر جواب بيكون مريح نفسيا وجسديا له، خلينا نخفف القلق الامتحاني ببعض العادات يمكن التغذويه الصحيحه او العادات النفسيه او السلوكيه الصحيحه، يعني نعطيهم مجموعه من النصائح ممكن يتقيدوا فيها حتى يتمر هاي المرحله بسلام، ويقدروا فعلا يخوضوا تجربة امتحانية بسيطة سهلة وسلسة. تفضل دكتور براء، شو النصائح الممكن؟ النصائح بالشكل العام، بداية عملية الاستذكار بحاجة أو عملية التعلم بحاجة لتغذية متوازنة، ناخد العناصر الغذائية كاملة، الوجبات الغذائية تكون متوسطة، نتجنب التخمة، أهم شيء نتجنب التخمة، تجنب التخمة. أيضا الرياضة الخفيفة، ساعات النوم المتوازنة، عملية الاستذكار بحاجة لهالأمور هي كلياتها. تمام. عملية الاستذكار تعتمد على بناء روابط بين الخلايا العصبية بالجسم، فأنا لما بدي راجع معلومات أو أتعلم لازم يكون عندي عملية البناء سريعة، لازم يكون الجسم بحالة سليمة. بنصح أنا الطلاب بموضوع الاستذكار أو المراجعة أنه تكون المراجعة بحيث أنه أنا أخرج ما في الدماغ من معلومات، هي أفضل طريقة بالمراجعة، يعني مو أعمل أنا إعادة حفظ للدرس. تمام. أني أقعد أتذكر شو في معلومات بهالدرس، هذا ممكن أتذكر نص الدرس. تمام. أوكي، نص الثاني ما تذكرته برجع بعمل إعادة حفظ. طيب المرة اللي بعدها تذكرت ثلاث أرباعه، برجع بعمل الربع يلي ما تذكرته أبدا إعادة حفظ، وهكذا. تمام. هاي العملية بتحسن الروابط بين الخلايا العصبية، لأنه الذاكرة تنشأ ما بين الخلايا العصبية بمكان بنسميه المشابك. تمام. أكيد أيضا من ناحية النفسية شو ممكن نعطي نصائح؟ تمام. هلأ لما بدنا نخفف من ضغط الامتحان بدنا نضوي على كتير من الأمور، أولها هي الطالب وطريقة تناوله للدراسة، أسلوبه الدراسي هل هو صحيح أو خاطئ، تعليمه للأسلوب الدراسي الصحيح، كيف بده ينظم برنامج للدراسة. دائما ننصحه أنه البرنامج الدراسي لازم يتخلله فواصل راحة كتير مهمة ليستعيد فيها طالب نشاطه قدرته على ممارسة الدراسة. دائما بنصح بتمارين الاسترخاء كتير ضرورية. تمام. مهمة، هي تمارين بسيطة وما بدها كتير صعوبة ولا نقاسة. صحيح. التأمل كتير بفيده، لو هيك 10 دقائق معلي بس انه يطلع من جو الدراسة يريح دماغه شوي بحاجة. أيضا. لفترات فواصل راحة. تمام.
يعني فعلا نتمنى الصحة والسلامة لجميع طلابنا، نتمنى لهم التوفيق فعلا بهي الفترة والمرحلة القادمة. بدي أتشكر وجودكم معنا وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتونا إياها. بدي أتشكرك المرشدة الاجتماعية إيمان القوسي والدكتور براء لالا طبيب داخلية، ولديك أيضا اهتمامات في المجال التغذوي. شكرا جزيلا لكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا أيضا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نتمنى فعلا كل التوفيق لطلابنا في قادم الأيام. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.